الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقه بانوراما واطلاله على ابرز الاحداث والقضايا والمتابعات في مصر. المشهد المصري بشكل عام بنقراه مع حضراتكم انا وزميلي حسام. نتوقف عند بعض المحطات المهمه سواء كانت سياسيه او اقتصاديه. اهلا وسهلا بك يا حسام. اهلا بك يا هبه. اهلا بالساده المشاهدين، حلقه جديده من 90 دقيقه. وزي ما قالت هبه، يمكن النهارده عندنا زيارات لمجموعات من الاخبار مختلفة ومتنوعة. احنا عندنا طبعا زيارة لأخبارنا المحلية، توقف دائم عند الشأن الاقتصادي، هنروح برضو لبعض القضايا بأن احنا داخلين على بداية العام الدراسي الجديد، وفي طبعا بعض المشكلات وفي بعض الكلام على الفيسبوك ما يتعلق بالمصاريف، ما يتعلق بالسبلايز، ما يتعلق ب كمان تقسيط المصاريف تحديدا السنة دي. ده جزء من حلقتنا. وفي كمان زيارة لبعض المواضيع الدولية، ومنها طبعا بكرة وبعده احنا هنبقى على موعد يمكن مع أهم أحداث القرن 21 حتى الآن كما يصنفها البعض، لأنه هنبقى على موعد مع أكبر تجمع دولي للشخصيات العالمية وكل تقريبا خلينا نقول يعني رؤساء للحكومات والوزارات وملوك ومجموعة كبيرة جدا، أكثر من 1000 شخصية من الشخصيات العامة والمسؤولة في العالم هتشارك في جنازة الملكة إليزابيث اللي لسه لغاية النهاردة شايفين تتابع البروتوكول الملكي اللي يمكن كتير منا ما كانش يعني على علم أو شايفه قبل كده في حياته، وشايفين لغاية النهاردة كمان اصطفاف عشرات الآلاف من الإنجليز في محاولة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على روح الملكة إليزابيث، قبل طبعا المشاركة الرسمية لكل الوفود اللي قلنا عليها حضراتكم واللي بدأت تصل كمان إلى العاصمة البريطانية لندن، ومنهم الرئيس الأمريكي اللي كان ظهر من شوية أيضا في وداعها. فهنتابع معاكم هذا المشهد، وهنشوف كمان الساعات القادمة اللي هتحمله بالنسبة للشعب الإنجليزي ولمستقبل أوروبا كمان بعد الملكة إليزابيث. ده بالنسبة للشأن الدولي يا حسام. يعني فعلا المشهد ده هيكون لافت جدا، التجمع لأبرز الشخصيات والزعماء والسياسيين، مشهد لافت ويستحق المتابعة، خصوصا أنه هناك من تم استبعادهم وأبرزهم يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتم الدعوة طبعا نظرا للأحداث الساخنة جدا اللي بتمر بيها أوروبا في الفترة الأخيرة، واللي بريطانيا هي جزء مهم منها وكان ليها بعض الاصطفافات وبعض المواقف اللافتة في الفترة الأخيرة. وبشكل عام كل ما يتعلق ببريطانيا مهم ويستحق القراءة، لأنه حتى في الخريطة الدولية وفي المشهد الدولي بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ما زالت تسعى لتحديد البوصلة وتسعى لتحديد موقعها في النفوذ الدولي والعالمي وموقعها في الغرب بشكل العام. فطبعا ده أمر بنتوقف قدامه مع حضراتكم، بالإضافة بقى لبعض الملفات المحلية المهمة. النهاردة أول يوم في المدارس الدولية، أول يوم دراسي، بنتكلم عن تفاصيل هذا اليوم، مدى التزام المدارس الدولية بالإطار العام اللي بتضعه وزارة التربية والتعليم. بنتكلم أيضا مع حضراتكم عن حاجات بقى يعني لها علاقة بالأمور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من أبرزها مسألة الآيفون وارتفاع سعره بشكل كبير. فيعني النهاردة معانا خلطة كده من يعني الأخبار والموضوعات اللي بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، وأيضا بعضها بيتعلق يعني اهتمامات حضراتكم الاجتماعية واللي متعلقة بالحياة اليومية بشكل كبير. لكن خلينا نبدأ النهاردة يا حسام بأبرز أخبارنا، وطبعا متعلق بنشاط سيادة الرئيس، وده أمر مهم جدا بنتابعه مع حضراتكم باستمرار، لأنه النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، وكان أيضا حاضر في هذا الاجتماع اللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. دايما في الأخبار دي وفي الاجتماعات دي بنحب ننقل لحضراتكم تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، اللي قال بأنه الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وهنا كان في أيضا تصريحات مهمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اتكلم فيها عن ضرورة استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، وأيضا إقامة مراكز استشفائية متكاملة وفقا لأحدث المعايير. نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع نكمل. اكتب
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجها سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه. كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجها سيادته بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي بالمقطم. الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. طيب نروح مع حضراتكم بقى لخبر آخر. النهاردة توافد زعماء العالم في الوصول لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وده بيعتبر اليوم الأخير اللي الناس تقدر فيه يعني تلقي نظرة الوداع على الملكة والنعش الموجود في قصر وستمنستر، تمهيدا لدفنها في قلعة وينسر بكرة يوم الاثنين تحديدا. وصل كمان الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة المتحدة، وأيضا وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الهندي دروب باي مورمو لحضور يعني ما يوصف بأنه أحد أكبر التجمعات لكبار الشخصيات الدولية من سنين. كمان وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة كمان نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة باسم الشعب المصري والحكومة المصرية. طبعا بتستعد وكالات، يعني احنا في إطار حدث استثنائي وغير تقليدي ويمكن الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، لأنه هتمشي كل الشخصيات العامة والوفود البارزة، ومنهم زي ما ذكرنا وذكرت هبة، وكمان عندنا كمان تمثيل عربي كبير بمجموعة من الملوك وولياء العهد وغيرهم كمان من الشخصيات العامة، وهيشارك فيهم أكتر من 2000 ضيف من الشخصيات البارزة، ودول هيمشوا في الشوارع، فبالتالي هيكون إجراءات التأمين هي الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة منذ عقود. ده غير طبعا أن الجمهور بالملايين هيصطف على جانبي الطرقات لتحية الملكة لا تنتقل لوستمنستر، وبعد كده سيتم دفنها في قلعة وينسر. والحديث طبعا
عن البروتوكول الملكي ما زال قائما، لأنه طبعا تفاصيله كتيرة والمراسم أيضا كتيرة. يمكن في وقت لاحق كنا شفنا نظرة الوداع اللي ألقاها طبعا سواء الملك تشارلز أو أبنائه والملكة آن كمان أو بنتهم الأميرة آن، وكمان كانت حديث العالم لأنها لبست الزي العسكري والناس طبعا كانت بتتابع هذا لأول مرة. بروتوكولات يعني لم نعهدها ولم نشاهدها من قبل. طيب. احنا معنا الأستاذ كايد عمر المحلل والكاتب السياسي من لندن، أهلا بك يا فندم منورنا. تحياتي لكم وشكرا لكم على هذه المتابعة يعني المكثفة والرائعة. أشكرك شكرا جزيلا. يعني لو رحنا محرك لأجواء اليوم، إحنا بنشاهد تتابع وصول عشرات من الشخصيات العامة والشخصيات البارزة والسياسيين وقادة الدول للمملكة المتحدة، شايفين في الصور بايدن وجاستن ترودو وغيرهم من الزعماء. شايف إزاي الساعات الأخيرة قبل البداية الرسمية للجنازة؟ نعم، كما ذكرت رؤساء العالم وملوك العالم وشخصيات بارزة على مستوى العالم ستكون موجودة بداية من اليوم وستكون حاضرة للجنازة المهيبة الكبيرة التي ستشمل على الأقل يعني 500 شخصية عالمية يعني مهمة جدا، وتقدر تقول يعني أنه رح يكون في إما رئيس دولة وإما ممثل عن رئيس الدولة من كافة دول العالم. حيكون هناك في ملوك، رؤساء وزراء، وزراء خارجية، سفراء، ممثلين لكافة دول العالم الصديقة لبريطانيا وحتى غير الصديقة، ولديهم علاقات دبلوماسية وعلاقات سياسية. وطبعا هذا الحدث سيكون تاريخي وسيشاهده يعني الناس من كافة بقاع العالم أمام شاشات التلفاز، وسيكون طبعا حشد مهيب وكثيف وكبير في العاصمة لندن من قبل السكان والشعب ومحبي الملكة على ضفاف الشوارع التي ستسير فيها يعني الجنازة. ونعش الملكة سوف يتجول في لندن كما هو متوقع على الأقل لمدة 45 دقيقة. سيد كايد، أيضا يعني بالإضافة لهذا البروتوكول يثير الاهتمام والأنظار تتابعه، أيضا الأنظار تتجه إلى بريطانيا مش بس لأهمية الحدث لكن لكيفية إدارة بريطانيا للحدث دوت من الناحية الدبلوماسية. النهاردة هناك من يستبعد، هناك من يحضر من القادة والزعماء الدوليين الكبار نتيجة للخريطة السياسية المعقدة. كيف تدير بريطانيا اليوم هذه التوازنات السياسية خصوصا في يعني ظل تعقيد الوضع في أوروبا وفي العالم؟ أولا أريد أن أشير بأن بريطانيا معروفة وهي تعد من أحسن دول العالم التي تنظم المراسيم ويعني الأحداث والمناسبات الرسمية سواء الملكية أو السياسية. يعني عندما تنظر إلى الجنازة وكيفية الحداد لمدة 10 أيام وما هي البروتوكولات والخطوات و الزي الرسمي والغير رسمي والألوان وحتى يعني تفاصيل كثيرة فعلا حركات العسكر والجيش والحراس ويعني حتى الناس اصطفاف الناس لمشاهدة الجثمان وإلقاء التحية وإلقاء الاحترام، كل هذا يعني تنظيم يعني رهيب ومفصل وكبير ويعني يستحق الاحترام والتقدير. أكيد بريطانيا مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة سياسية، مرحلة هامة جدا في تحريك الاقتصاد البريطاني. لدينا ملك جديد ولدينا رئيسة وزراء جديدة ولدينا كافة رؤساء العالم، سوف يكون هذه فرصة لتعارف
الزعماء فرصة للتعارف فعلا صحيح مع رئيس الوزراء الجديدة ومع الملك الجديد. فرصة للتعارف فعلا صحيح، لكن هناك من استبعد ولم توجه له الدعوة، أبرزهم طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من أيضا يعني سيغيب عن هذه الجنازة أو سيغيب عن هذا التجمع الدولي الكبير في بريطانيا؟ يعني أتوقع بأن رئيس كوريا الشمالية، وطبعا سوف يكون التمثيل الإيراني مخفض، وسوف يكون التمثيل، لا أعتقد أن الرئيس الصيني سيكون موجود أيضا. هو أعلن أنه لن يحضر، سيحضر النائب، ولكنه تمت دعوته رسميا يعني، لكن لن يحضر بالتأكيد. ولكن لهذه الحضور أو عدم الحضور دلالات ومعاني سياسية طبعاً. وطبعا مثلا التمثيل السوري ما فهمته مثلا بأنهم تم دعوة السفير السوري مستوى التمثيل الدبلوماسي نفسه يعتبر دلالة يعني أو إشارة مهمة. هي طبعا حسب العلاقة، يعني أول دول تم دعوتها وكان لها الأولوية هم ملوك دول أوروبا، يعني ملك النرويج والعائلة المالكة في السويد وفي الدنمارك وفي هولندا وفي بلجيكا وفي إسبانيا، وطبعا العائلات المالكة في غير أوروبا مثلا الملك الأردني والملك المغربي والملك السعودي إلى آخره من ولي العهد السعودي سيحضر أيضا. نعم أعلن عن حضوره. بالتأكيد ستكون يعني هي فرصة لكافة دول العالم يعني تبادل يعني الحديث ولفتح آفاق للتعاون، وسوف تكون يعني هي فرصة لفتح قنوات جديدة من الاتصال والتواصل، ويعني نتمنى أن تكون يعني فيها الخير والمنفعة للدول العربية أيضا في ظل هذه المناسبة. نعم، نشكر حضرتك. شكرا جزيلا أستاذ كايد عمر، المحلل والكاتب السياسي، كنت معنا من لندن. بس شايفة توافد الناس، في ناس وقفت لمدة 24 ساعة، يعني كان ديفيد بيكهام اللاعب البريطاني انتظرها يمكن ساعات طويلة، 12 ساعة، وما زالت الناس بتنتظر بالساعات طويلة. طبعا الآلاف وعشرات الآلاف بيحاولوا يلقوا نظرة الوداع الأخيرة، فطبعا مشهد مهيب للغاية في بريطانيا. طيب نروح بقى لبقية أخبارنا، والحقيقة برضو في خبر النهاردة مهم متعلق بتغيرات الخريطة العلاجية لفيروس كورونا. طبعا حضراتكم فاكرين من أول ما بدأت قصة فيروس كورونا بدأ يبقى في جدل كبير حوالين العلاج وحوالين اللقاحات وتنافس من الشركات الكبرى، والحقيقة أنه يعني الشركات الكبرى وبعضها حقق مبيعات بالمليارات من وراء مسألة اللقاحات ومن وراء مسألة العلاجات. لكن النهاردة بتتكشف أمور جديدة. إيه اللي تكشف النهاردة وأعلنت عنه منظمة الصحة العالمية؟ خليني أقول لحضراتكم أنه منظمة الصحة العالمية امتنعت النهاردة عن التوصية بعلاجين، في علاجين تحديدا قالت دول لم يعودوا فاعلين. إمتى الكلام ده بيتقال؟ بعد تحقيق مبيعات بالمليارات وأرباح خيالية لشركات تطوير الأدوية وإنتاج الأدوية. إيه اللي تقال تحديدا؟ أنه يعني سلالة أوميكرون والمتحورات الفرعية التابعة ليها خلاص ما بقتش تشتغل معها العلاجات دي أو اللقاحات دي، وفقا لما ذكرته طبعا وكالة رويترز والموقع الخاص بها. طريقة العمل بتاعت العلاجين تحديدا اللي احنا بنتكلم عنهم دول كانوا يعني الارتباط بالبروتين الشائك للفيروس لتحييد القدرة على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية اللي تم تطويرها في بداية الجائحة. ويمكن العلاج ده تحديدا طريقة العلاج ده تحديدا كان يعني بيتحدث عنها بشكل إيجابي وبيروج ليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكانت بتثير جدل كبير مش بس في أمريكا إنما في العالم كله. وبعدها طبعا الـ FDA سحبت دواء منهم للسوق، وكان حقق طبعا مبيعات بالمليارات، والدواء الثاني كان غرق بريطانيا وبرضو كان من أعلى الأدوية تحقيقا للمبيعات. الأدوية أسماءها صعبة، يمكن دكتور إسلام ويفيدنا فيها بشكل أكثر طبعا دقة وعلمية. خلينا نرحب بالدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة. أهلا بك دكتور إسلام، منورنا.
اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ حسام. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور. يعني بنتوقف النهارده عن خبر له علاقه ب يعني انه بعض الادويه بالذات اللي بتعمل بما يسمى بالبروتين الشائك لم تعد مفيده في علاج فيروس كورونا رغم المبيعات الطائله والهائله اللي حققتها، وبالتالي ناس بتسال هو ممكن نشوف ادويه اخرى مع طبعا استمرار المتحورات قد لا تكون ذات فائده بعد شويه، ولو حضرتك توضح لنا الموضوع علميا كمان عشان نفهم اكتر من حضرتك. تمام. هو طبعا الكلينيكال ترايلز او التجارب السريريه اللي كانت اصدرت في العام الماضي 2021 كانت مينلي على السلاله الاصليه لكورونا او لسلاله بيتا اللي كانت ظهرت في انجلترا، وقليل من التجارب السريريه كانت على دلتا. احنا كانوا عندنا في البروتوكول اقوى حاجتين بيستخدموا هو المونوكلونال انتي بوديز اللي هي مضادات الاجسام الجاهزه والانتي فايروس اللي هي مضادات الفيروسات. ما كانش اول ما ابتدينا البروتوكولات في ادويه معموله خصيصا لكورونا، فاضطرينا نستخدم الادويه اللي كانت مثلا بتستخدم للفيروس سي، الادويه اللي بتستخدم لباقي الفيروسات ونعيد استخدامها. طبعا بعد فتره ابتدى يبقى في التجارب السريريه لمضادات اجسام معموله خصيصا زي اللي طلعت من فايزر وزي اللي طلعت من مارك شارب اندوم، وبعد كده ابتدى برضه يبقى عندنا المونوكلونال انتي بودي. الستادز اللي طلعت حاليا والريكومنديشن هي عشان برضه الناس ما تقلقش وتاخد الدواء، مش معناه ان الدواء فيه مشكله ولكن نصحوا فعاليته بالظبط عكس وجوده في البروتوكول، يعني ان فعاليته حاليا ما بقتش ذات جدوى مع وجود اوميكرون، عشان برضو شويه الصحافه وشويه على السوشيال ميديا الناس قلقت والناس قالت طب اللي خدوا ايه اللي هيحصل؟ الدواء كان وده ملوش علاقه بالفاكسينز، ده ملوش علاقه بالفاكسينز برضه، ده ملوش علاقه بالفاكسينز، ده ملوش علاقه يا جماعه بالفاكسينز. هي مضادات الاجسام الجاهزه الفكره فيها ان انا كنت بدي مضاد اجسام جاهز مونوكلونال انتي بودي لشخص كان عنده الفيروس الاصلي فاستمر معاه فتره فتساعده على ان الجسم يبقى عنده مضادات اجسام فيقدر يستحمل الفتره اللي فيها الفيروسات بتتكاثر في الجسم. دلوقتي اصبح الموضوع مع اوميكرون مختلف، اوميكرون سريع جدا في انتشاره، بيهرب بطريقه كبيره من مناعه الجسم، بيقعد فتره قصيره بيقعد في جهاز التنفس العلوي اكتر، فبالتالي ما بقتش بعض الادويه الموجوده في البروتوكول ينفع تبقى موجوده حاليا، هيبقى ده فقط احنا بنسميها مش كوست افكتف، يعني غير ذات جدوى اقتصاديه في العلاج. فانا بقيت بدفع فلوس وما باخدش قصادها فايده علميه كبيره. ده عاده اخر مرحله في وضع البروتوكول بتاع كورونا، احنا دايما بنقيم الادويه في البروتوكول بحاجه بنسميها النجاعه العلميه، يعني الدواء بيجيب فايده بعد كده ان الدواء يجيب فايده قصاد الفلوس اللي انا بدفعها. هو دلوقتي مش جايب فايده قصاد الفلوس اللي انا بدفعها، فبالتالي هيتغير. فده على فكره حاجه مؤشره كويس مش وحش، لان هو معدلات الوفاه حاليا اقل معدلات، احنا وصلنا لنفس معدلات الوفاه بتاعت مارس 2020. فده شيء مطمئن الحمد لله، شيء يخلينا نقول البروتوكولات هتتغير للاخف ان شاء الله. ممكن على نهايه العام زي ما دايما كنا بنقول منظمه الصحه العالميه ممكن تبتدي تشيل التحذير بتاعها على انه اعلان صحه عالميه طارئه، فبالتالي الحمد لله يعني مش دايما الخبر ده كل اللي فيه سيء، ممكن ناخد منه جانب ايجابي ان احنا الحمد لله الفيروس ما بقاش مستاهل ناخد ادويه قويه زي زمان. طب الحمد لله. دي أخبار مطمئنة، خصوصا أن هي كمان مرتبطة يا دكتور بفكرة التصريحات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في الأيام الأخيرة بأن احنا دلوقتي على ما يبدو أقرب من أي وقت مضى يعني نبقى في الأمان فيما يتعلق بفيروس كورونا، أو على الأقل يعني تخفيف حدة تلقي الفيروس ونسب الوفيات، وحتى الدول ما بقاش عندها الأزمات اللي كانت عندها قبل كده وبقى في تجربة التعامل أو خبرة التعامل مع الفيروس. ده صحيح، احنا اول مره نبتدي نسجل انخفاض اسبوع بعد اسبوع، يعني حتى الاسبوع ده في انخفاض من 15 ل 20% في كل مناطق العالم، مفيش اي منطقه على مستوى العالم فيها زياده في الاصابات الحمد لله. نفس الكلام في الوفيات، فبالتالي احنا ده ثالث اسبوع لسه الوفيات والاصابات بينزل، احنا زي ما احنا وصلنا الوفيات اقل من مارس 2020 يعني بدايه الجائحه. احنا الحاجه اللي فيها فقط تحذير حاليا من منظمه الصحه العالميه ان الخريف بس مع دخوله احتمال الاصابات تعلى تاني. ترجع تزيد شويه. عند ترجع تزيد شويه. هو الفيصل منظمه الصحه العالميه مع الايام اللي جايه بقى. مع الخريف مع بدايه هو بس الصين لسه فيها شويه مشاكل شويه، يعني كان لسه في هو الفيصل بالنسبه لهم الصين بس هي كان لسه فيها الصين بس هي اللي بس مؤخرا كان فيها بعض المشكلات.
هي الصين عشان عندها سياسه صفر اصابات، فدايما لو عندها اصابه بترجع تاني تحط يرجعوا يقفلوا ويرجعوا يعملوا اجراءات. فهم يعني، لكن في الاخر على المستوى العالمي هو الخريف والفايز. لو عدينا حتى الناس زهقت كانوا عمالين يتخانقوا مع الطواقم الطبيه. لا يعني الصين حتى الناس خرجت عليهم زهقوا قالوا لهم لا بقى يعني السيستم عندهم جدع اللزوم يعني. بالظبط. وفكره قفل المقاطعات دي كانت قويه جدا، بس ان شاء الله خير. هو طبعا النصيحه الوحيده اللي نقدر نقولها حاليا ان بس فتره الخريف هيبقى في ناس كتير، وبرده في مصر ينطبق عدى على الفاكسين بتاعهم اكتر من 6 شهور. فبالتالي ما بقاش عندهم مناعه. فاحنا الاربع فئات اللي احنا دايما بنقول لهم هم دول اللي محتاجين قبل الخريف ياخدوا الجرعه الثانيه طنش الطياره، كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، امراض مناعيه، والكوادر الطبيه. تذكرة مهم جدا ان احنا نفتكر المسألة دي. الناس اللي عدى عليها اكتر من 6 شهور على الجرعتين ترجع تاني تاخد الجرعة الجديدة. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الاوبئة بنشكره طبعا شكرا جزيلا. وهنروح على ايه دلوقتي يا حسام؟ هنروح بقى لاخبارنا المحلية مرة اخرى، وهنتكلم في موضوع كنا فتحناه انا وانت قبل كده هنا كذا مرة ليه علاقة بالعام الدراسي الجديد. وكنا طبعا كان في بعض القرارات اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق في محاولات التيسير على الأهالي فيما يتعلق بمصروفات المدارس. احنا طبعا في المدارس الدولية ابتدأت، لك في مدارس تانية هتبدأ يوم 1 أكتوبر. وزير التربية والتعليم الفني شدد انه الوزارة بتتابع بشكل دقيق عملية تنفيذ تحصيل المدارس او المصروفات لو كان فيها زيادة من قبل الوزارة، وكمان طالب اي ولي امر عنده مشكلة في مصروفات المدارس او ان هي تكون فوق النسبة المقررة بأنه يتوجه بالشكوى إلى التعليم الخاص بالوزارة لتقديم الشكوى. وأكد أنه سيتم التحقيق على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة. لكن مش دي بس المشكلة، المشكلة أنه في كتير أيضا من أولياء الأمور والمدارس لما راحوا المدارس وفيما يتعلق بتقسيط المصروفات على 4 أقساط قالوا لهم لا احنا ما جالناش الخطاب من وزارة التربية والتعليم. البعض بيقول انه ده طبعا قدر من انواع التهرب، والاخرين بيقولوا فعلا انه ما استقبلوش هذه القرارات. ففي شكاوى كتير على السوشيال ميديا، فخلونا نحاول عايزين نشوف ايه اللي بيحصل وايه المشهد. معانا الاستاذة منى ابو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك استاذة منى. حضرتك سامعانا؟ اهلا وسهلا يا استاذه منى. دلوقتي احنا القرارات الخاصه بوزاره التربيه والتعليم يعني بتتلخص في عده نقاط. اول حاجه طبعا بتلزم المدارس الدوليه الخاصه بانها ما تزودش المصروفات عن نسبه محدده حسب الشريحه او فئه المصروفات، بالاضافه لتقسيم المصروفات على 4 اقساط ومجموعه بقى من الضوابط. اولا عايز اعرف راي حضرتك ومدى التزام المدارس الخاصه والدوليه بالاجراءات والضوابط دي. هو في الحقيقة أن نسبة بسيطة جدا من المدارس اللي التزمت بالقرار الوزاري اللي هي على 4 أقساط. ليه بقى؟ لكن احنا مش عارفين ليه. يعني مشكلة أولياء الأمور اللي بيبعتوا لنا الشكاوى بتاعتهم قالوا أن المدارس قالت أن ما فيش فاكس وصل لينا بيقول أن في أقساط 4 أقساط. طب يا جماعة القرار موجود هو النهاردة قرار وزارة التربية والتعليم محتاج فاكس؟ ما هي دي الأزمة اللي احنا فيها. يعني احنا في عصر التكنولوجيا، وأنا النهاردة يعني قلت يا ريت أن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والصفحة الشخصية لوزير التربية والتعليم يكون هو ده مرجع لأي ولي أمر مع إدارة مدرسة، لأن وزارة الصفحة الرئيسية بتاعت الوزارة هو كان في بيان رسمي طالع، هي غير الصفحة هو كان في بيان رسمي. المشكلة أن ما وصلش للمدارس، ده رقم واحد. عشان كده احنا بنقول يا ريت سرعة ارسال الفاكس عشان نبطل حجة المدارس، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، ودي الشكوى العامة، ان المدارس قالت لو احنا هننفذ القرار بتاع الـ4 اقساط ان هم حاطين 3 اقساط خلال الترم الاول. يعني يبقى عملنا ايه طيب؟ يعني ايه التخفيف اللي حصل على الاهالي واولياء الامور لما احنا نحط 3 اقساط في مدى زمني متقارب؟ لا حضرتك يعني انا
ان انا ابعت لحضرتك الصور اللي نزلوها او النشره بتاعه المدارس ان القسط الاولاني الدفع يتم دفع 1/9 يتم دفع 1/10 في شهر 12 والقسط الرابع خالص يبقى في شهر 2. يعني الفرق بين القسط والقسط شهر شهر وبعدين شهرين. يعني حضرتك متخيله بقى اهو يا الامور الصوت بيقطع بس احنا انا بستخلص اه منى معلش الشبكه لو حضرتك تغيري مكان الوقفه او كده كده قولي كده حضرتك اتفضلي كده سامعني حضرتك اتفضلي انا لو انا مش عارفه هل متاح ان احنا نقول اسماء مدارس ولا مش ضروري مش ضروري احنا بنتكلم طيب في المجمل اوكي يعني النهارده الشكوى العامه اللي وصلت وصلت للجروبات يعني ان المدارس طالبه الاقساط بتاعتها 3 اقساط لو هنلتزم بال4 يبقى 3 خلال الترم الاولاني والرابع وبيبقى دايما القسط الاخير بيبقى قليل طبعا عن الاقساط الباقيه فالولي الامر طب انا اعمل ايه يعني انا دلوقتي ان انا اعمل ايه عاملين كل ده طالما الوزاره ميسره الامور لولي الامر ليه المدرسه تعجز ولي الامر وفي ناس ثانيه قالوا انه وصل لهم وصل للمدارس بس كانوا مأخرين الموضوع لغايه ما يكون الاولياء دفع اوريدي جزء فيقول له خلاص هنقصد لك ايه درستك 30% هنقصدهم لك ليه والمعاناه كمان ان اي بيت فيه 2 و3 و4 وفي احيانا بيبقى اكتر من كده في المدارس يعني انا يعني ولي الامر مش عنده طالب ابن واحد فليه ليه ما فيش تنفيذ طب خليكي معانا يا استاذه منى هنشرك معانا كمان الكاتبه الصحفيه القديره الاستاذه نيفين شحاته رئيس قسم التعليم بالاهرام اهلا بيك يا استاذه نيفين منورانا اهلا بيكم واهلا بالساده المشاهدين يعني بصف. المخاوف والملحوظات والشكاوى اللي ظهرت مؤخرا هل انتقلت بشكل او باخر لوزاره التربيه والتعليم لانها شكوى عامه وانا اتكلمت مع ولي الامور بشكل مباشر هيبقى نفس القصه لدينا حالات وامثله كثيره جدا كلها بتقول ان المدارس ما التزمتش بقرارات وزاره التربيه والتعليم فهل عند حضرتك اي خلفيه عن تلقي الوزاره لهذه المعلومات هو طبعا يعني هذا القرار الوزاري المنظم لمساله دفع المصروفات المحدد بالزياده اللي بتقدر بحوالي 7% بالنسبه للمدارس الخاصه والدوليه والمفترض ان كل المدارس تلتزم بيه وبعد كده صدر يعني تعليمات اخرى بان الاقساط بتاعه المصروفات تبقى على 3 أو 4 اقساط على مدار العام الدراسي. الفكرة في إن بعض المدارس وطبعا إحنا مش عايزين نعمم وهم حوالي 80% من المدارس الخاصة اللي هم يعني مصروفاتهم أقل من 10,000 جنيه وموجودين أغلبهم في الأحياء الشعبية هذه المدارس كانت بالفعل يعني ختمت طبقا للائحة بتاعتها ختمت الإيصالات بتاعتها بتاعة تقسيط المصروفات على ترمين أو على قسطين فطبعا لما جالهم التعليمات الجديده بان يتم مساله تقسيط المصروفات على 3 أو 4 اقساط فكانت العمليه فيها عنصر مفاجاه بالنسبه لهم لان برضو من ناحيه اخرى هم عندهم متطلبات متعلقه ب يعني مرتبات العاملين والمرتبات المدرسين وما الى ذلك فهي الفكره هي المساله محتاجه يعني تنسيق اكبر بين وزاره التربيه والتعليم وبين اصحاب المدارس الخاصه طب هل التنسيق ده مش حاصل يعني انا بتهيالي ان كل سنه المساله دي مش جديده احنا كل سنه عندنا ما يشبه هذه القصه قرارات من وزاره التربيه والتعليم محاوله لضبط مساله المدارس الخاصه والدوليه لكن دايما في منفذ دايما في ثغره دايما في حاجه بتعدي منها يعني او بنهرب منها من تنفيذ هذه القرارات فالنهارده ايه المفترض تعمله وزارة التربية والتعليم بقى بشكل واضح عشان نقفل هذه القصة هي طبعا يمكن زي ما حضرتك بتقولي ده بيحصل كل سنة وبيحصل يعني هذه الأزمة بتحدث بشكل أو بآخر لكن السنة دي الظروف الاقتصادية فيها معاناة أكبر لأولياء الأمور وبنفس الوقت يعني ممكن ولي الامر يعني يحرم نفسه من كل حاجه في الحياه عشان يعلم ابنائه عشان يدفع مصروفات ابنائه فهذه المشكله يعني الكبيره يعني الوزاره تراءت انها تحلها بهذا الشكل لكن في نفس الوقت اصحاب المدارس اللي هم اصحاب المدارس الخاصه اللي يعني بيمثلوا نسبه معقوله من التعليم
برضو عندهم التزامات وعندهم مشاكل، فعشان هذا الأمر يعني يحدث هذا التناسق أو هذه المواءمة ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين جمعية أصحاب المدارس الخاصة أو أصحاب المدارس الخاصة والدولية بصفة عامة بدون تحديد أشخاص، لازم يتم هذا التنسيق باجتماع، يتم توضيح هذا الأمر علشان ما يبقاش في النهاية ولي الأمر هو الضحية، هو اللي بيدفع الثمن، يحس ان هو ما حصلش يعني الربح المطلوب. واعتقد يعني ان يعني هدف العمليه التعليميه في الاساس والهدف التربوي اسمى من اي عمليه ماديه، لكن لازم يبقى في تنسيق في هذا الامر ما بين الوزاره وما بين اصحاب المدارس، خاصه ان الوزير اكد ان هيتم يعني ارسال تحذيرات الى المدارس، والمفترض ان يكون في برضه هيبه للوزاره في تطبيق وتنفيذ قراراتها. يعني بالظبط يعني المدرسه اللي مش هتلتزم بالتحذير، لان طبعا طبقا للقانون لازم يحذر المدارس قبل ما يتخذ ضدها اي اجراء، هيتم وضع هذه المدارس تحت الاشراف المالي والاداري. فاحنا اذا كنا بنتكلم عن الدوله بصفه عامه بتعتبر ان القطاع الخاص شريك في التنميه في البلد، فما بالك كمان بان دي مساله التعليم، فعلى القطاع الخاص بقى كمان ان هو برضه يشعر يعني او يشارك الدوله المسؤوليه يعني والشعور بالاوضاع الاقتصاديه والتخفيف عن المواطنين والناس، خصوصا النهارده اللي عنده ولد او بنت في المدارس الخاصه يعني بيستصعب فكره انه يخرجهم لو المصاريف غليت، فيفضل يتحمل ويدوس على نفسه زي ما حضرتك قلتي، يوفر كل المصاريف التانية في الحياه في مقابل ان هو يحطها في بند التعليم. فالمساله الحقيقه محتاجه يعني وقفه. بشكر حضرتك طبعا على المشاركه معنا الكاتبه الصحفيه نيفين شحاته رئيس قسم التعليم باهرام، وبنشكر الاستاذه منى ابو غالي مؤسسه ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، شكرا جزيلا لحضراتكم. وبنفضل نتابع هذه المساله، ملف التعليم على اختلاف بقى فئاته سواء تعليم جامعي او تعليم ما قبل الجامعي، مسألة المصروفات، مسألة المدارس الدولية، التجارب الجديدة في التعليم، كلها أمور تستحق دايما المتابعة. هنروح مع حضراتكم لفاصل دلوقتي ونرجع بقية ملف، نكمل بقية ملفاتنا في 90 دقيقة، خليكم معي. بحركوا مرة تانية في 90 دقيقة في ملف بنتابعه مع حضراتكم، ويمكن الإعلام كله بيتابعه وإحنا توقفنا عنه أكتر من مرة أنا وهبة، وكنا أشرنا طبعا لما يحدث في سوق السيارات، والحقيقة أنه ما زال سوق السيارات بيعاني بشكل كبير جدا. وأبرز أشكال هذه المعاناة أن إحنا الأيام الماضية شفنا كتير من البوستات على السوشيال ميديا وكتير من الناس اللي بتشتكي عن ما يحدث في سوق السيارات وتحديدا الأوفر برايس. الفكرة أن إحنا مش نتكلم على الأوفر برايس كأنه حاجة يعني إضافية أو حاجة طرقت، لكن ده أصبح فيما تحول إلى أمر واقع، أنه هو الأمر الواقع. وبقينا نشوف كمان معدلات زيادة بتصل ل 75% من إجمالي السعر الرسمي. طبعا ده بيخالف قرارات جهاز حماية المستهلك اللي نصت أنه بس نضيف 5% على سعر السيارة الرسمي إلى سعر البيع النهائي إذا كانت تضم كماليات، لكن الحقيقة بتقول 5% دي أصبحت شكل من أشكال وضرب من ضروب الخيال، لأن في بعض السيارات وصلت 200% وما أصبحش فيه بقى إحنا يعني كل واحد بقى ماشي يعني المعارض كل معرض بيحدد بسعر، التوكيلات بسعر، يعني أصبح كل السوق في حالة نقدر نقول من أنه كل واحد ماشي بدماغه. أنا بحاول أكون دقيق، بس أنا هقول لك على حاجة، كتير جدا من الوكلاء والمعارض بتستخدم فكرة الكماليات، لأنه الحقيقة إحنا لما بدأ الملف دوت يعني الناس تتكلم وتتضايق من الأسعار، وكانت فكرة الأوفر برايس وقتها مستهجنة وغريبة، ويعني المعرض بيحط أوفر برايس دوت يعني جايب الثقة دي منين؟ لا، اللي حاصل دلوقتي إن الكل بيحط أوفر برايس، وده بقى أمر طبيعي وأمر يعني بقى جزء من ثمن العربية. ويجي لك بقى من حتة الكماليات، أصل العربية دي فيها مش عارف كذا، أصل العربية دي احنا حاطين فيها ايه، جاية فيها options وجاية فيها يعني حاجات من هذا القبيل. فإحنا النهاردة تساؤلنا كمان يا هبة لو سمحت في حتة دي،
ده في ناس بيشترطوا دلوقتي على المشتري انه ياخد موافقه كتابيه على اسعار الكماليات عشان يخلي طرفه، بحيث انه لو راح اشتكى في جهاز حمايه المستهلك يبقى هو عامل اخلاء طرف، وبالتالي ما يبقاش فيه قدره لمحاسبه كمان معارض السيارات او التوكيلات او غيرها. فالحقيقه الموضوع اصبح معقد للغايه. وهي الفكرة بقى أنه يعني إحنا كنا من فترة بنتابع الإجراءات اللي بيقوم بها جهاز حماية المستهلك، واللي كان بيتواصل مع الوكلاء والمعارض بشكل يعني يدرس كل حالة على حدة، وكان في شيء من الإلزامية في هذه القرارات ل يعني بياعين العربيات، وكان الأمور ماشية يعني في سكة أنه قد يبدو أنه في حل. إيه اللي حصل دلوقتي؟ ده اللي إحنا بنسأل عنه المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات. أهلا وسهلا بحضرتك. الو، ايوه حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وبجمهورك الكريم. احنا كنا بنتابع من فتره، من اول ما ظهرت قصه الاوفر برايس دي، واحنا بنتابع كان في جهد كبير لجهاز حمايه المستهلك، وكان في قرارات ويعني خطابات رايحه وجايه بين الجهاز وما بين المعارض والوكلاء، وكان في شيء من يعني الرقاب على هذه المساله ودراسه كل حاله على حده ومحاولات لالزام البياعين بان هم يدوا العربيات بالسعر المتعاقد عليه. الصورة اللي اختلفت دلوقتي، ايه اللي حصل؟ راحت فين الجهود دي؟ شوف حضرتك، الفترة اللي بنمر بيها المطلعين والخبراء السيارات والمقتربين من المشهد عارفين ان الفترة دي ما حصلتش من 20 سنة. والموضوع اكبر بكتير من مجرد قرار نتخذه وقرار على ارض الواقع هو مش هيتحقق، وان كان هيتحقق يعني بكثير من الضحايا. عايز اقول لحضرتك، حضرتك بتقولي النهارده السعر 5%، 5% ايه؟ حضرتك انا لو جبت لحضرتك النهارده، الو؟ ايوه حضرتك يا فندم. سامعني يا فندم كويس؟ انا لو جبت لحضرتك النهارده 10 مليون دولار وقلت لحضرتك اتفضلي استوردي بيهم عربيات عشان نحل الازمه، حضرتك مش هتعرفي ولا حد هيعرف. النهارده احنا لازم نعرف، يعني زي الدكتور كده ما بيشخص المرض ويعرف اللي قدام منه تعبان ليه، فتشخيص المرض هو 50% من العلاج من غير ما يديله برشامه. فلازم نعرف سوق السيارات اللي وصل للمرحله دي وصلناها ازاي، ومدى تاثير ده مش على المستهلك بس، المستهلك والتاجر وقطاع السيارات بشكل عام والقطاع الاقتصادي وموارد الدوله. موضوع فنن كبير جدا طبعا. وهل في حد النهارده بيقول ان هو كان يجب اتخاذ قرارات للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، ولا القرارات اللي اتخذت زودت الأزمة؟ ده المشهد. حضرتك شايف انه القرارات اللي اتخذت زودت الأزمة من جهاز حماية المستهلك مثلا؟ لا، بيتكلم على الصورة الأكبر من ذلك. يعني يمكن رأيه برضه عليك يا استاذ حسام بالظبط كده، انا بتكلم على الصورة الأكبر. احنا عندنا اربع مشاهد عالمية واثنين مشهد محلي. اربع مشاهد عالمية: كورونا، مشكلة المايكروشيبس، نقص الشرائح الإلكترونية اللي هي جزء لا يتجزأ من تكوين السيارات، ثم حرب روسيا وأوكرانيا اللي روسيا بتدي 60% من الغاز الطبيعي. بس دي ظروف خارجية. أنا بس عايز أفهم من حضرتك نقطة القرارات اللي زودت الأزمة، لأن دي ظروف خارجية مالناش علاقة بيها. لا، لينا علاقة يا فندم، لأن هي جزء لا يتجزأ من المشكلة. ده جزء خارجي أدى إلى إن في نقصان في صناعة السيارات بشكل عام وإنتاج السيارات. 50% من انتاج السيارات على مستوى العالم متاثر. العربيه النهارده احد الماركات الالمانيه بيدت 20,000 يورو في شهر واحد. النهارده العربيه، يعني لو ينفع اقول لك ماركات، ان تقريبا العربيه الاكونوميك النهارده اللي كان ثمنها 50,000 يورو، النهارده انا سال عليها ب 72,000 يورو. في ازمه عالميه. دول اربع مشاكل عندنا. بقى يعني لما نلاقي في مشاكل عالميه وفي نقص انتاج، المفروض نتخذ اجراءات احترازيه وتدبيريه عشان نخفف من الوضع، عشان المستهلك ما يتعرضش اللي هو فيه النهارده. لما يبقى فيه النهارده عربيه ثمنها 200,000 جنيه بتوصل 500,000 جنيه، ده ضرر على المستهلك كبير جدا وضرر على التاجر، لان المستهلك هيوصل لمرحله معينه هو مش هيستوعب العربيه بالسعر ده نهائيا. كويس؟ فنعمل ده اللي حصل. وده اللي حصل بالفعل فندم، وفي عزوف عن الشراء وخلاص الناس اقلعت عن الشراء. وانا بقول لناس كتير جدا لو انت مش مضطر ليها 100% ما تشتريهاش. انا لو قدام مني دلوقتي مش هشتري. بقول لحضرتك النهارده لما تكون عربيه مثلا ثمنها 300,000 جنيه، 400,000 جنيه، 900,000 جنيه، ده هزار.
هزار يتحمله ويتحمل لي تجار السيارات يقولوا جشع التجار. لا احنا بنهزر، بقول لحضرتك اجيب لك 10 مليون دولار حضرتك ممكن تقول لي هتعرف تستورد بيه؟ مش هتعرف يا فندم. طب انا عندي سؤال، عندي سؤال برضو عايز افهم من حضرتك، هل الاسعار زادت؟ انا عارفه انه في ازمه وكلام حضرتك منطقي 200%، وفي ازمه وفي مشكله في الاستيراد وفي وضع صعب جدا في العالم كله، بس هل الاسعار زادت في الدول الاخرى بنفس القدر اللي زادت فيه عندنا؟ انا بستفاد من راي حضرتك. سؤال هام جدا، سؤال هام جدا. في بعض الدول اختفت فيها العربيات اصلا. يعني لما بقول لحضرتك احدى اشهر الماركات الالمانيه مش موجوده في المانيا، بتيجي من دول تانية، يبقى لازم نستوعب حجم المشكلة. عندنا بقى المشكلة ليه زادت بالمنظر ده؟ لسببين. السبب الأولاني إن إحنا دولة بتتبني من أول وجديد، شوارع بتتبني، مشاريع عملاقة، مشاريع نقعد نحلم بيها، حد تحمل على صدره على مسؤوليته إن هو يغير الدولة بسرعة مخيفة. الإنسان بتتغير، المحاكم بتتغير، كل حاجة بتتغير من حوالين مننا بصورة دي بتستهلك مليارات الدولارات. دي جزئية. الجزئية الثانية بعض القرارات اللي أنا حزين لما بلاقيها متاخدة. يعني هدي لك مثال يا استاذه هبه، لما يكون مثلا انا في عندنا مصادر الحصول على السيارات ثلاثه، يا اما وكلاء يا اما مستوردين سيارات يا اما استيراد شخصي. وخلي الاستيراد الشخصي بنتكلم عن مستوردين السيارات اللي هو يشكلوا رمال البيزان. لما يكون النهارده شركات الاستيراد تقدر النهارده مثلا تحط للمستورد اللي بره المصدر اللي بره 10 مليون دولار وتجيب عربيات ب 50 مليون دولار. اديني سبب منطقي واحد يطلع قرار يقول لا لازم اتحط ال 50 مليون دولار. بالله يعني بالله اي منطق ده؟ يعني انت جبت دي منين؟ طب النهارده انت بتشكل ضغط على الدولار اللي بيدبر 10 اللي بيدبر 50. النهارده انت لغيت قرض حسن اللي بره، المستورد المصدر اللي بره ده بيديك عربيات ب 50 مليون دولار، يعني زود لك 40 مليون دولار بتسددهم على 3 4 شهور تكون بعت العربيات هنا. لصالح المستهلك، لصالح الاقتصاد، لصالح موارد الدوله. تقول لا ليه؟ تقول لا لأحد القرارات. النهارده لما يطلع قرار تاني مثلا زي قرار 9 واللي انا يمكن هاجمته كتير جدا جدا، يحط قيود على المستوردين، يقول لك النهارده لما تجيب عربيات ب 100 مليون جنيه يجيب 15% قطع غيار. انت حولت المستورد لتاجر قطع غيار، طب تاجر قطع غيار يشتغل فين؟ يشتغل ايه بجد؟ بس هو يا فندم هو اصلا معلش هو اصلا هو في توكيلات ما عندهاش حتى عربيه واحده. يعني حضرتك يعني ما فيش عربيات ما فيش. النهارده حضرتك كلامك سليم النهارده، ولكن اللي انا بقوله لك ده دي قرارات اتخذت في شهر 2 السنه دي. شهر 2 اللي هي دلوقتي في تصور اعاده نظر ليها، محتاجين اعاده النظر في هذه القرارات. محتاجين برضو قبل ما نختم حاجه مهمه جدا، النهارده احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بترفض ان عربيه، يعني احنا في 2022 ما ينفعش عربيه 2021 تدخلها مصر. ليه؟ اديني سبب. عربيه 2021 هيبقى اقل من ثمنها 30-40% لصالح المستهلك ولصالح التاجر ولصالح موارد الدوله. ليه؟ القرارات دي حصلت من 50 سنه، وكان ليها ظروف ان احنا كنا داخلين في انتاج معين. القرارات دي ما جاش الوقت بقى، ما بقتش صالحه دلوقتي للمشهد ولا للمعطيات. يا فندم دلوقتي رحمه بالمستهلك اللي مش عارف يركب عربيه كويسه. طيب. رحمه طيب. بالراجل اللي معاه قرشين ومش عارفين كل ما يكمل قرشين عشان يوصل لعربيه ليها زياده، مش رحمه بالناس ديت. المشكله النهارده فخامه الرئيس السنه اللي فاتت عمل مبادره جوبرين لنشر ثقافه السيارات الكهربائيه. يطلع قرار الغي استيراد السيارات الكهربائيه المستعمله 3 سنين، باي منطق؟ ده بالعكس المفروض نجيب ماركات. يعني انا لما اجيب ماركه المانيه سياره كهربائيه استخدمها سنتين ثلاثه واطمن لهذه التكنولوجيا والثقافه الجديده، لما مصر تصنع عربيه افرح النهارده واقدر استخدمها انا مطمئن. طيب دي كلها نقط مهمه. الموضوع برده محتاج انفراستراكشر وتعميم على مستوى الجمهوريه، دي برده اجراءات بتاخد وقت. طب خلونا ناخد يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبناخد كمان الاستاذ عمرو بلبع رئيس شعبه السيادة. استاذ عمر بلبع اهلا بيك يا فندم منورنا. استاذ عمر، استاذ عمر بلبع رئيس شعبه السيارات. طيب الخط قطع، بس يعني هي ما زالت الأزمة جارية ومستمرة، وزي ما قال يمكن ضيفنا الكريم إنه محتاجين إجراءات تعديلية لما جرى قبل ذلك. بس هي السؤال فعلا الأهم والأبرز، هو أصلا ما فيش عربيات. يعني هو أصلا لا يوجد عربيات، فإيه ممكن يكون البديل
اللي عايز يشتري عربية أو ينتظر أو عنده حاجة ملحة، يعني في طبعا تحذيرات بتقول ما تشتريش دلوقتي هي وينتظر، ولكن الحل ناس كتير اتكلمت وخبر كتير اتكلموا القائمين نفسهم على صناعة السيارات كمان هيستنزفوا. الفكرة المهمة دلوقتي ان احنا نركز في مسألة التصنيع السيارات والسيارات الكهربائية، وبالفعل ده موجود عندنا، المشروع ده موجود، الملف ده موجود، الدوسيه ده موجود. طبعا في عوائق وفي تحديات بتعترض، انا لسه بقول لك هو في تحديات وعراقيل بتعترضه، بس النهارده الملف ده محتاج ان هو يعني يعطى دفع قدما الى حد كبير، يعني لانه ده هيوفر بقى علينا قصة ان احنا عندك مشكلة في المشهد العالمي، عندنا مشكلة في الاستيراد، عندنا مشكلة في الاسعار، عندنا مشكلة في قطع الغيار، كل ده حاجة يعني طيب. مهمة. استاذ عمر معنا مرة ثانية، شعبة السيارات بترحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه راي حضرتك بقى دلوقتي، المستشار اسامه كان بيتكلم عن القراءه للمشهد ككل، وكان بيتكلم انه الوضع اللي احنا فيه دوت من سيارات متضرر منه الكل سواء المستهلك او المستورد، وطرح عدد من يعني الحقيقه الحلول او القرارات اللي لابد من اعاده النظر فيها. حضرتك شايف اولا المشهد ازاي، وشايف ان احنا مفروض نبدا منين في مساله ازمه سوق السيارات بشكل عام في مصر؟ اولا طبعا انا يعني بتفق مع الاستاذ اسامه في بعض النقط اللي طرحها يعني، لكن طبعا عايز اضيف بس ان دي المشاكل دي اللي مرت بيها مصر، ومصر جزء لا يتجزأ من منظومه التجاره العالميه، والمشاكل دي بعض منها مصدر لنا من الخارج زي حرب روسيا واوكرانيا، وبعض منها مشاكل حضاريه زي ازمه كورونا. فطبعا المردود بتاعها كان سلبي جدا، مش بس على السوق المصري، على جميع الأسواق العالمية كلها في مجال تجارة السيارات، وبالتالي طبعا مردودها على مصر يمكن احنا حاسينه عشان احنا متعايشين هنا، لكن الواحد لو يتعامل مع الدول الخارجية ويسمع أخبارهم برضو أخبارهم تقريبا عندهم أزمة كبيرة، كل معظم دول أوروبا. فأنا مش عايز أقول إن احنا بس مصر اللي بتعاني، لا، هي المنظومة كلها التجارة مش بس السيارات، في يعني 90% من السلع، لكن نقدر نقول انها مشاكل قدريه ربنا سبحانه وتعالى يعني يحلها عنده. لكن المشاكل الاقتصاديه طبعا عواقب الحروب، حرب روسيا واوكرانيا، ازمه الدولار، عدم توافره، وبعدين في دلوقتي خطوات البنك المركزي ابتدى يتخذها، ابتدى يرفع الحد الادنى للسحب النقدي بالظبط، ابتدى يفك نسبيا الاعتمادات المستنديه، يعني ابتدى في بوادر تحريك الماء الراكد في المجال مش بس السيارات، لان انا كمان امين صندوق الغرفه التجاريه في الجيزه، فانا بتكلم بصوره اشمل شويه غير ان انا رئيس شعب العمل السيارات يعني. فالموضوع كله بقى في ملف التصنيع كمان، ملف بينظر ليه بجديه كبيره. ما هو برضه التصنيع ده كان خطوه اساسيه قوي من سياده الرئيس لما دخل فورا وفتح لغى الاعتماد المستنديه على مكونات الانتاج او مستلزمات الانتاج، لان دي مداخله في التجمعات والتصنيع الصناعه المصريه. والهدف الاسمى لمصر انها تنشط التجميع المحلي، بحيث ان احنا ناخد الاول نشد العجز في السوق المصري، ولو قدرنا نزاحم في قطاع التصدير ده هتبقى حاجه ايجابيه قوي، تمشي مع بعض الاتفاقات الاوريدي مبرمه زي اتفاقيه اغادير وما مثلها. مفهوم. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ عمر بلبع رئيس شعبه السيارات، شكرا جزيلا. ونشكر كمان الاستاذ اسامه بالمجد رئيس رابطه السيارات. انا الحقيقه ما وجدتش يعني حلول ناجعه في كلا المداخلتين. هو لو في حلول متشابه في ازمه، الوضع صعب ومعقد يعني جدا. احنا طبعا عندنا ازمه، ولكن هنشوف. طيب بما ان احنا بنتكلم عن قصه تعميق الصناعات وانه ده الحل الوحيد، وفي قطاعات كثيره يمكن برضو محتاجين، بما ان الميزان التجاري عند معظم تلك الازمات اللي بنمر بيها لانها دوله مستورده سواء في السيارات او في غيرها من القطاعات. القصه الاخرى يمكن تكون ما يتحدث عنه الناس ان ممكن يكون في فرصه تصديريه كبيره في مجال صناعه المنسوجات في مصر. وكان في النهارده بيان للمجلس التصديري للملابس الجاهزه برئاسه السيده ماري لويس بشاره، بطلب تخصيص جلسه لمناقشه النهوض بقطاع صناعه الملابس الجاهزه والصناعات المرتبطه بها والصناعات الحيويه الاخرى المتعلقه بالمنسوجات، ومناقشه رؤيه المصدرين
والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، لأن في وقت بيساهم في هذا القطاع تقريبا بحوالي 2.5 مليار دولار صادرات سنوية. وإحنا عارفين إحنا عندنا خطة كمان قوية للدولة وطموحة في تطوير مصانع الغزل والنسيج، وشفنا قريب إطلاق نت الماركة المصرية الجديدة القائمة على القطن المصري، وبنحاول نتوسع في صناعات القطن الآن، ولكن كل ده مش كفاية ما زال حتى هذه اللحظة. المجلس التصديري ملابس الجاهزة وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوي بمتوسط ارتفاع ما بين 8% ل 15%. وممكن نسأل في ده ايه اهم الحلول او ايه اهم المشاكل اللي بتواجه المصدرين الان، وايه اهم رؤية السيدة ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمصدرين في مصر في قطاع الملابس الجاهزة، وهي معنا الان على التليفون. اهلا بك يا فندم. استاذة ماري مساء الخير لحضرتك، يشرفني طبعا التواجد معاك، بس انا الصوت مش واضح، مش سامع حضرتك كويس قوي. طب هعلي صوتي اولا بنرحب بحضرتك. سمعنا كده. طيب كان في بيان النهارده للمجلس التصديري للملابس الجاهزه، ولو حضرتك تتذكري يمكن كنا مع بعض في كذا مداخله قبل كده استعرضنا فيه انه في زياده في معدل الصادرات المتعلقه بالمنسوجات، وفي خطه كمان طموحه للدوله لتطوير مصانع الغزل والنسيج، ولكن ما زال عندنا بعض التحديات. فيما واضح من البيان انه لديكم بعض التحديات او بعض المطالبات، فلو حضرتك ممكن تقول لنا. هو مبدئيا احنا بنثمن جدا على مبادرة فخامة الرئيس لعمل مؤتمر اقتصادي لعرض كل التحديات اللي بيقابلها القطاع للوصول لحلول مناسبة، فبنثمن وبنشكر على هذه المبادرة. وفي نفس الوقت احنا كمجلس تصديري حضرنا استراتيجية، وحاليا بنعمل مع العديد من الجهات الخارجية، يعني جالنا زيارة من عدة شركات أجنبية مصدرة عندها استعداد انها تنقل استثماراتها اللي كانت عاملاها في اثيوبيا تنقلها لمصر، وقيمتها كانت 30 مليون دولار. عندهم استعداد انهم يبداوا يشتغلوا معانا، وحطينا قدامهم تحدي، قلنا انه احنا بنستهدف خلال 48 شهر ان احنا نوصل لصادرات 12 مليار دولار، حال انه هم جابوا حجم اعمال كبير خلال 8 شهور. حضرتك بتقولي معلش خلال 8 شهور احنا عارفين ان احنا نقدر نوصل ل 12 مليار دولار من 2.5. احنا دلوقتي 2.5، ده رقم كبير. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، لو الحكومه مع القطاع الخاص بقوا يد واحده واتكلمنا نفس اللغه وسمعنا بعض واشتغلنا لهذا الهدف، فاحنا واثقين ان احنا قادرين على كسر حاجز 10 مليار دولار صادرات للملابس. ولكن المطلوب دلوقتي مواجهه كل المشاكل بصوره سريعه جدا علشان نقدر نخلق مناخ استثماري مناسب. طيب علشان الشركات ده كلام رائع، بس تتواجد معانا. طب أيوة. لو بنتكلم بقى بشكل يعني ترجمة هذا الكلام، أول ما يجب البدء به، يعني حاجة بتقولي أنه يكون في تعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص، نحط إيدنا في إيد بعض ونبدأ نحل المعوقات أو التحديات، نمرة واحد إيه؟ نمرة واحد، أغلب الشركات بتقابل يعني رسوم غير طبيعية من جهات عديدة، هيئات عديدة منوطة بتنظيم العملية التصنيعية، إجراءات وقوانين ومصاريف معطلة جدا للتوسع، معطلة جدا إن الناس تنقل مصانعها في مناطق جيدة جديدة فيها استدامة، ومناطق فيها الاعتماد على الطاقة المتجددة وغيره. عندنا مشاكل ضخمة تانية موجودة، إنه مثلا التأمين على الصادرات كان في وعود من البنك المركزي إنه لمدة سنتين المركزي يشيل تأمين الصادرات ويخفض النسبة اللي البنوك عملها على المصانع. كان في وعود انه تتعمل مبادره 5% للقطاع الصناعي بالكامل، كبير صغير متوسط ايا كان، علشان المصانع تقدر انها تحدث آلاتها وتقدر ان هي تسدد التزاماتها. ده من الاساسيات. والموضوع الاهم من ده وده انه
لما نتكلم نقول يعني احنا بنقابل هذه المعوقات احنا عايزين نحلها، مش عايزين نشاور عليها ونقول دي معوقات موجودة، لا عايزين نحلها وبصورة سريعة ونهيئ مناخ للمستثمرين الأجانب ان هم ييجوا يعملوا شراكات مع المصريين، نحول الصناعة المصرية انها تبقى سلاسل القيمة المضافة بتاعتها، يعني نقدر المشاريع الضخمة زي مشروع البوليستر ان احنا نعمل مصانع للبوليستر، احنا عارفين ان استثماراتها ضخمة لكن مصر ممكن تكون بتمثل افريقيا في هذه الصناعة. في العديد من التحديات اللي بتقابلنا واحنا محضرين ملف، وحتى المستثمرين المصريين الكبار والاجانب طلبوا مقابلة مع فخامة الرئيس، طلبوا ان احنا نحضر لهم مقابلة عشان عايزين ينقلوا رأيهم دايركتلي، علشان احنا شايفين ان الصين بتطلع شغلها للتكستايلز بتخرجه وجاي نواحينا، يعني جاي على مصر، فاحنا في فرصة غير عادية دلوقتي قدامنا مطلوب استغلالها، ويعني والعمل على تذليل كل هذه العقبات في اقرب وقت طبعا. وخصوصا انا يعني برضو عايزه راي حضرتك في فكره التوسع اللي بيتم مؤخرا في مصانع الغزل والنسيج والتوسع في زراعه القطن وتحسين جودته، ده كمان جنبا الى جنب مع النقاط اللي حضرتك ذكرتيها ممكن يبقى له انعكاس جيد جدا وايجابي على شكل الصناعه باكملها، خصوصا واحنا بنتكلم عن قطاع النهارده يعني من القطاعات اللي بترتفع في ميزان التصدير او ليها مكانه حلوه في التصدير. طبعا حضرتك تعرفي انه القطن طويل التيلة اللي موجود في الصعيد لغاية دلوقتي لم يتم زراعته بالتنقيط ولم يتم استخدام المياه المعالجة، يعني المفروض جنب اي محطة معالجة اي اراضي صحراوية يتم استغلالها لزراعة القطن الطويل وبالتنقيط، ولازم يتم استغلال مياه معالجة وليست مياه النيل علشان نرشد. ما فيش دولة في العالم دلوقتي بتشتغل بالغمر زي ما احنا بنشتغل، بيشتغلوا دلوقتي بيجيبوا درون يمشي فوق القطن ويكتشف اللوزة المصابة هي دي اللي يتم معالجتها، بيستعملوا بيطلعوا الكومبوست الأورجانيك من المخلفات الزراعية، واحنا كمجلس قومي للمرأة غير المجلس التصديري اشتغل في الجنوب في قرية الروبي سيدات بنالهم مفارم حولوا المخلفات الزراعية لأفضل نوع من الكومبوست الأورجانيك، اللي احنا بنأمل ان احنا نبدأ نزرع اول 50 فدان ونستثمر نجيب مكانتين لالتقاط القطن بالطريقة الآلية، ومركز بحوث القطن قام بواجبه وظبط الارتفاع بتاع ساق القطن انها تتماشى مع الميكنه، ففي ايدينا كل حاجه. ده المفروض يبقى مشروع، يعني مشروع استراتيجي ويغطي كل احتياجاتنا بدل ما احنا رايحين نشتغل نزرع او نجيب قطن سوداني ويوناني والفلاحين على استعداد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة ماري لويس بشار رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة. نروح خبر اخر يا هبه معاكي. النهارده كمان من ضمن اللقطات المهمه ان احنا نتوقف يعني قدامها مع حضراتكم كان في جوله للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، الجوله دي كانت في محافظه اسيوط، الجوله دي بقى حصل فيها بعض الملاحظات كده من الوزير حوالين التطور او يعني عدم التطور في بعض المشروعات، من ضمنها مثلا مبنى مستشفى منفلوط النموذجي اللي ما تمش الانتهاء منه رغم ان بدا العمل فيه من 5 سنين، وكان للوزير هنا بقى تعليق واضح جدا، قال لهم انا هستلم المبنى ده بالكامل في شهر ديسمبر القادم ويكون يعني منتهي تماما ومكتمل وكل حاجه فيه تمام. نسمع. فعلا ليه كده يا دكتور؟ احنا في الوضع ده بقى قد ايه؟ قد ايه يا دكتور؟ ما ينفعش. انا ما ينفعش يبقى عندي محافظه في قلب الصعيد يكون محتاجه خدمات صحيه وتقولي من 2017 النهارده كام سنه؟ 5 سنين. الاسعار اتغيرت واحنا كوزاره الصحه ما قصرناش في المستقصات بتاعتنا والموازنات شغاله. تقولي بقى اصل هنا اللي بينفذ غير المقاول، ده مش شغلتي. دي مش شغلتي.
الفكره برضه حتى لو في تغيير في البرنامج الوظيفي ما ياخدش 5 سنين. الفكره لما جه كان عباره عن هيكل فرسان فقط لا غير. المساحه اللي انت بتتكلم عليها دي وحجم المستشفى ما ياخدش 5 سنين في ظل ظروف ده بلد محتاجاها. عدد المواطنين هنا السيد المحافظ قال لي بتتكلم على 600,000 700,000 700 يا فندم. والباقي فين يا استاذ يا دكتور يا دكتور؟ ما ينفعش الشركه اللي بتنفذ والشركه اللي حضرتك استشاري كل ده مسؤوليتكم مسؤوليه مشتركه. طبعا انا ما بلومش المقاول ولا بقيم وجهات التنفيذ، انا كل دول قدامي مسؤولين. طبعا مستشفى مهمة في أبو تيك كمان وموقعها في غاية الأهمية. هي مستشفى أبو تيك في منفلوط مستشفى منفلوط وطبعا بتردد عليها العشرات والعشرات، وهو في الفعل تم تحديثها وتطوير عيادات وبيتوافد عليها، لكن ده لاستكمال طبعا المستشفى. الحقيقة كان في لقطة أخرى في هذه الزيارة أنه الدكتور خالد عبد الغفار كان بيتفقد برضو وحدة صحية بقرية البقور، وليه يعني سيده برضو في كانت لسه يا دوبك منجبه الطفل الخامس، فبرضو كان ليه تعليق يعني الحقيقه انه عن كثره الانجاب وضرره على الصحه، وكان طبعا اكيد بتعصب وبتنرفز وهي حاجه بتعصب وتنرفز الحقيقه انه لسه هذه الثقافه ما زالت مستمره. فخلينا نشوف برضو المقطع ده. معدلات احنا كنا بنتكلم عليها ان اسيوط من اعلى معدلات مستشفى ما يكبر ونقدر نديله خدمات يبقى عنده ميه يشربها ويبقى عنده طريق يمشي عليه، مش كده؟ لما تجيبوا 5 ولا تجيبوا 4 يعني انتوا بتظلموا نفسك اولا، لان اولا صحتك عمرها ما هتقدر على تخدمي 5، بتظلمي جوزك لانه ترهقيه في كم كبير جدا من المصاريف ما يبقاش قادر عليها، اي حد ما يقدرش عليها. وكمان صحيا الطفل اللي بيتولد، احنا ابحاثنا قالت ان الاطفال اكثر من 2 ممكن يكون عرضه اكتر للانيميا وللتقزم وللسمنه. يعني انت في قرار انت طبعا في قرار الناس اللي بتجيبه 3 أو 4 أو 5 انتوا بتضروا صحتك وصحه جوزك وصحه الطفل اللي انت بتجيبيه وتظلميه، مش هقول على دوله لكن كمان انتوا كاسره بتخسروا. طب وليه؟ احنا عايزين نعرف عيالنا نخليهم مطمئن عليهم ان هم اصحاء بياخدوا خدمات من الدوله، ولا عايزين نجيبهم وهم ونصيبهم كده برضه؟ هو كمان كان في زياره كمان لمستشفى ابو تيج، كويس انه في يعني زيارات بالشكل ده للوقوف على تنفيذ الامور على ارض الواقع. وكان في ايضا شكوى من انه مستشفى ابو تيج فيها برضو 40% من الاطقم الطبيه مش جاهز في بعض الوحدات، وبرضو عدم استكمال بعض الاجهزه الطبيه. فدي كانت جوله النهارده للسيد وزير الصحه. يمكن ناخد تفاصيلها اكتر من الاستاذ يونس درويش الصحفي بجريده الشروق. انا بيك يا استاذ يونس، منورنا. مساء الخير عليك استاذ حسام وعلى كل الساده المشاهدين في انحاء جمهوريه مصر العربيه. اهلا بحضرتك. ودعني اوضح لسيادتك ان تعتبر الزياره الاولى للسيد دكتور حسام عبد الغفار وزير الصحه عقب التشكيل الوزاري الجديد لمحافظه اسيوط، وكانت هذه الزياره تتضمن عده محاور. بدات وكان واضح ان هي زياره سخينه، يعني فيها اكثر من نقطه في اكثر من مستشفى ابو تيج ومنفلوط وكلها كانت فيها بعض الثغرات يعني او المشكلات. تمام. بدأت سيادتك الزيارة بتفقد مستشفى منفلوط، أعمال إنشاء بمستشفى منفلوط المركزي، وطبعا السيد الوزير انتقد تأخر تسليم المستشفى لأنها تأخرت لمدة بدأ العمل فيها منذ 5 سنوات وتأخر تسليم المستشفى أكثر من عام، ووعد الوزير وطلب من المسؤولين عن الإنشاءات بتسليم المستشفى بنهاية العام الجاري، وإلا سوف يهددهم بعقوبات تتضمن غرامات مالية في الأعمال التي تتم عن طريق الشركات المنفذة. وفي نفس السياق أيضا سيادتك قام السيد الوزير
بتفقد مستشفى الإيمان العام بداخل مدينة أسيوط، وتفقد الأقسام وأقسام الطوارئ والعيادات. وكان هناك تقرير حسب تصريحات السيد الوزير أن هناك تقرير من لجنة المتابعة بوزارة الصحة بغياب عدد من الأطباء العاملين داخل المستشفى، وطالب الوزير من السيد الدكتور وزير وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد زين بتتبع الجولات ونقل الأطباء الذين يتم رصد غيابهم عن العمل، وذلك الحفاظ على المرضى والحفاظ على أداء خدمة طبية متميزة. ثم قام الوزير بتفقد الوحدة الصحية بنزلة بخور، وهي ضمن مشروعات حياة كريمة التي قامت تنفيذها الدولة مؤخرا. وعقد السيد الوزير لقاء مع الرائدات الريفيات، وبالفعل طبعا السيد الوزير انتقد كثرة الإنجاب، وقال أن زيادة السكانية خاصة في محافظات الصعيد وفي محافظة أسيوط التي تعتبر من أكثر المحافظات في الإنجاب وفي تعداد السكان، هذه تعداد السكان وهذا الإنجاب المتكرر يقضي على التنمية التي تقوم بها الدولة. هذا ما قاله الوزير خلال عقد اللقاء مع الرائدات الريفيات بالوحدة الصحية بنزلة بخور، وهم يعتبروا من أنحاء جميع أنحاء قرى دائرة مركز أبو تيج. ثم قام السيد الوزير يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتفقد مستشفى أبو تيج المركزي. وطبعا أستاذ حسام، مستشفى أبو تيج المركزي الذي تم افتتاحه عبر الفيديو كونفرنس ده جديدة، دي مستشفى جديدة طبعا طبعا بحضور السيد رئيس الجمهورية منذ 5 شهور. هذا المستشفى تم إنشاؤه على أحدث مستوى، وهو يخدم يعتبر مراكز أبو تيج وصدفة والغنايم ومحافظة يعني مركز صمة ضمن محافظة سوهاج. مستشفى أبو تيج النموذجي وهو تابع للأمانة العامة للأمانة الطبية المتخصصة، استمع الوزير إلى نقص الأطباء. طبعا مستشفى متكلف اكثر من يعني 275 مليون جنيه وما زال عجز الاطباء، ما فيش اطباء. الاطباء بنسبه لتضمن 50%. هناك بعض ازاي بقى ازاي العجز ده كله، ما ده في بعض الاقسام بيقول لك 40% نسبه العجز، ده شيء غريب برضو. هو المستشفى اساسا مستشفى مركزي، والمستشفى المركزي كان بقوه واقسام وحاجات واشياء لم يتم اضافتها. بعد تطوير المستشفى وانشاء مستشفى نموذجي، مستشفى ابو تيج المركزي يعتبر مستشفى نموذجي هو الاول على مستوى محافظه اسيوط، بعد التطوير وانشاء وضم له اقسام متعدده واقسام عنايه واثر واشعه وكل هذه الاقسام، لكن لا يوجد اطباء. كان في الجوله مع السيد الوزير برفقة السيد المحافظ عصام سعد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والذي قرر مع الوزير عقد بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط. تعتبر مستشفيات جامعة أسيوط صارح طبي بس تبعد عن مستشفى أبو تيج ما يقرب من 30 كيلو، فالوزير قرر عقد بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات وزارة الصحة على سان يتم سداد العجز من من اطباء مستشفيات اسيوط الجامعيه كاصطف لسد العجز داخل مستشفى زي مستشفى ابو تيج والتي تخدم النصف الجنوبي لمحافظه اسيوط، مركز ابو تيج وصدفه والغنايم ومركز طمه وطحطه. حتى الوزير قال ربما يتم تحويل حالات لمستشفى ابو تيج من محافظه سوهاج. فتم صرح الوزير خلال المؤتمر الصحفي اللي كنا متواجدين فيه بعقد بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ومستشفيات جامعة أسيوط للتخفيف على أعباء الناس وللتخفيف. ثم تفقد الوزير مستشفى التأمين الصحي في مدينة أسيوط، ووعد الوزير بإنهاء مشكلة تأمين مستشفى التأمين الصحي التي لم يتم تأسيسها والتي تم إنشاؤها بعد توقف أكثر من 15 عام. انتهت مرحلة البناء ومرحلة الإنشاءات، ولكن هناك مرحلة من التأسيس ومرحلة دعم الأطباء. طيب احنا نشكرك طبعا، شكرا جزيلا. واضح ان كانت جوله مكبره في اماكن ومراكز ومدن وقرى كثيره، ومهم تواجد المسؤولين على الارض، لانه زي ما حضرتك شفتوا التواجد على الارض يبقى احيانا بيساهم في حل مشكلات بشكل اسرع
وبشكل فاصل ومحدد وسريع. هي الفكرة كمان أن ملاحظات الوزير كلها مرتبطة ببعض، إن كان المشروع أو التطوير في المستشفى اللي أخذ أكتر من 5 سنين وما تمش الانتهاء منه لحد دلوقتي، في وقت إحنا بنشوف أن في مشروعات عملاقة وقومية ممكن تنتهي في سنة أو سنة ونصف، فده أمر يعني لافت ويثير علامة انتباه، متصل بفكرة كمان أن إحنا ما ينفعش نكون بنشتغل على مسار التنمية ومستمرين في الإنجاب بالشكل دوت 4 و5 أطفال، فالملاحظتين متصلين ببعضهم. وإضافة بقى لكل ده الإطار العام لفكرة الجولات والرقابة والاستمرار في الملاحظات، وأن يبقى فيه المسؤولين على أرض يعني بينزلوا بيشوفوا في المحافظات المختلفة، هو أمر مهم جدا. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل 90 دقيقة وملفات ومتابعات كثيرة، خليكم معنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في برنامج 90 دقيقه، وعايزين بقى نقف مع حضراتكم قدام مشهد فني وثقافي مهم جدا مع انطلاق مهرجان القاهره للدراما يوم الاربعاء في النسخه الاولى برئاسه الفنان القدير طبعا يحيى الفخراني ومشاركه نقابه المهن التمثيليه، واطلاق بقى فقره خاصه عنوانها شكرا اسعدتونا، ويعني ده بيعبر عن فكره الوفاء للجيل من العظماء، في تكريم طبعا لفنيين وفنانين ومخرجين ومنفذين بالإضافة لجائزة الإبداع، وتفاصيل كتير بقى في المشهد دوت خلينا نقراها ونقف أمامها مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ أشرف. أهلا وسهلا. مساء الخير. الصوت واضح؟ الصوت واضح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بيكم. طبعا المهرجان مهم جدا وله قيمة كبيرة ثقافية وفنية ودرامية، لكن كمان أنا عايزة أقف مع حضرتك قدام فكرة يعني الوفاء لجيل العظماء وتكريم الفنانين الكبار اللي أسعدونا على مدار سنوات، أهمية النقطة دي إيه وحضرتك بتشوف المشهد ده كله إزاي؟ والله حضرتك بدأتي بداية موفقة جدا ومسيتي أهم نقطة. إحنا بقالنا كتير قوي ما قدرناش أو كرمنا فنانينا العظام اللي أسعدونا واللي جعلوا من مصر يلود الشرق، ويمكن إحنا طالبنا أكتر من مرة بعودة عيد الفن وفي انتظار قرار فخامة الرئيس. لذلك أنا بعتبر إن هذا المهرجان بمثابة عيد الفن، عرس للدراما المصرية. عايزين نقول لناس كتير قوي شكرا، احنا بقالنا سنوات ما كرمناش حد، عشان كده يمكن التكريمات هتحتل مساحه كبيره شويه في الدوره دي، لان من حق مبدعينا في مجالات مختلفه نقول لهم شكرا، نقول لهم كنتم وستظلوا بصمه عظيمه في تاريخ الدراما المصريه بل العربيه. مين بقى هيتكرم استاذ اشرف؟ احنا عندنا 4 محطات رئيسيه، انا هكلمك على محطتين. المحطة الأولى وهي تكريم الوفاء أو العطاء. العمدة صلاح السعداني، المخرج الكبير جمال عبد الحميد، السيناريست والكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، مؤسس مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون، السيناريست والكاتب الكبير ممدوح البيش. الله. الناس العظيمة كلها. في الفقرة بتاعت نجوم خلف الكاميرا عندنا 2 أسطوات. اللي هم اللي لولاهم ما تقومش الدراما ولا الاستوديو ولا نعرف نعمل حاجه. هنكرم الاستاذ محمد زنيتا والاستاذ محمد جاد، وهنكرم مخرجين منفذين، هنكرم الاستاذ وحيد محب والاستاذه ساميه شاهين، دول برضو لولاهم ما نعرفش نشتغل. جميل جدا. ففي دي فئات او يعني ناس اعطت كثيرا من خلف الكاميرا ودايما منسيين، لا من حقهم نقول لهم شكرا. الى جانب جائزه الابداع، الى جانب شكرا اسعدتونا، ويعني دي هتعلن على الهواء حسب توجيهات وتعليمات رئيس المهرجان دكتور يحيى الفخراني.
لكن فيها يعني باقة كبيرة جدا من نجوم وفنانين كبار أسعدونا وملأوا الشاشات المصرية والعربية. جميل جدا. أدى يا سيادة النقيب هذا الاحتفال احتفال مصري خالص، يعني كمان احنا فهمنا انه كل المكرمين هيكونوا من المصريين حتى لو كانوا مصريين يعملوا في أعمال عربية أو أعمال عالمية بغير إنتاج مصر، صح كده؟ بالضبط يا فندم، كلام سيادتك صح مظبوط، هو تكريم للفنانين المصريين هذه الدورة، وإن شاء الله الدورة القادمة نأمل بإذن الله، ودكتور يحيى عنده خطة طموحة أن يكون المهرجان عربيا، وأن يكون المهرجان أيضا يشمل الأعمال التي قدمت خلال العام وليس رمضان فقط. والسنة دي هتبقى الأعمال رمضان ولا أعمال مفيدة؟ لا، أعمال رمضان فقط. أعمال رمضان فقط. جميل جدا، احنا بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق ست النقيب ولكل المصريين، ويكون ده إضافة للمشهد الفني. شكرا والثقافة. شكرا على هذه الفرصة ربنا. وأستاذ أشرف، قبل ما نختم مع حضرتك، بس بشكل عام لو هنوسع المنظور شوية، الدراما المصرية النهاردة تتمنى حضرتك إيه، وشايف القادم إزاي؟ والله أنا شايف إن خلال السنوات القليلة الماضية الخط البياني للدراما المصرية في تصاعد، ويمكن دور الشركة المتحدة كان دور بارز وواضح، واللي أنا بشكرها وبحياها من خلال برنامجكم، وعايز أقول إن القادم أفضل بكثير بإذن الله. إن شاء الله طبعا نتمنى دوت، ومن خلال بقى الاختيارات الرائعة اللي شفناها أكيد هيبقى مهرجان موفق جدا جدا جدا. نشكر حضرتك طبعا نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، شكرا جزيلا لحضرتك، نتمنى طبعا التوفيق لهذا المهرجان المهم. طيب هنروح لموضوع آخر، والموضوع متعلق يمكن بحضراتكم، لو رحتوا دكاتره الاسنان قريب هتلاقوا شويه في ارتفاع في الاسعار، لان الكل بيقول انه في ازمه في البنج اللي بيستخدم في السنان، وطبعا في بيستخدم في كتير من التدخلات الجراحيه المتعلقه بالاسنان وغيره، واللي شاهدناه الفتره اللي فاتت انه بدا كمان يبقى في سوق سودا في عمليه توزيع البنج، واسعار بتقولوا ان هي مش بس تضاعفت لكن وصلت احيانا لضعفها مرتين وثلاثة. طبعا في محاولات للتدخل الفوري والتحرك لإيجاد حل وضبط السوق مرة تانية، مع كمان فتح باب الاستيراد مرة أخرى، ولكن أيضا ما زال ارتفاع أسعار الدولار بيؤثر بشكل أو بآخر على فكرة البنج ومرضى الأسنان في مصر. خلونا نفهم أكتر من الدكتور، يكون معنا الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان. أهلا بك دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نقف محرك على فكرة والمشكلة المتعلقة بالبنج لدى أطباء الأسنان، لأن المعظم اتجه لرفع الأسعار أحيانا بشكل غير منطقي، فهل نقدر نقول أن احنا بدأنا نحتوي هذه الأزمة ولا ما زالت موجودة؟ لا الحمد لله، يعني النهاردة بدأت الأزمة تتفك. احنا كنا عملنا خطوات كثيرة وتعاونت معنا أجهزة الدولة كلها، يعني هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، ابتدينا نعمل بقالنا اسبوع دلوقتي ابلكيشن هتبقى جاهزه خلال شهر ونص. الابلكيشن دي هتبقى يعني زي امازون كده، الدكتور يقدر يطلب عليها البنج بتاعه وبيوصله لغايه باب عيادته، بيحط عليها بس مصاريف الشحن. يعني فايدتها انها تمنع الازمه مستقبلا، الازمه دي متكرره من 2012 كل كام سنه تطلع تاني، فهي الفايده منها لو التزم بها الاطباء لمده سنه بيبقى عندنا داتا لحركه البنج المطلوبه على مدار سنه، وبالتالي يعني اجهزه الدوله بقى من ناحيه هيئه الدواء والشباب الموحد يبقوا مجهزين اللي عندهم الفوركاست بتاع كل طول السنه بالشهر، يعني مثلا نوفمبر بيبقى عالي، اكتوبر اقل وهكذا، فبيبقى فيه عندهم الفوركاست بتاع كل شهر. لكن لغايه ما الابلكيشن تبقى جاهزه في خلال شهر ونص، احنا ابتدينا وعملنا اتفاق مع هيئه الدواء ومع هيئه الشباب الموحد والشركه المصريه للادويه، وبقى بنوفر البنج عن طريقين، عن طريق صيدلات الشركة المصرية في عدة محافظات، بكل دكتور بياخد من النقابة بتاعته أو النقابة الفرعية بتاعته سواء يعني في أي محافظة من المحافظات بياخد بونات، بون مختوم من النقابة عشان بيبقى في بنات الدكتور نتأكد أنه ما تروحش غير للطبيب فعلا وفيها رقم تسجيل عيادته، بياخد علبتين كل أسبوع. ممكن طبعا بيطلب البنات دي بتروح له دليفري، بيبعت حد ياخدها، مش بنتعب الناس انها تروح نفسها، وممكن ياخد اربع بنات للشهر كله.
بيصرف بيها كل اسبوع علبتين مؤقتا. المحافظات اللي ما فيهاش الشركه المصريه بناخد احنا في النقابه عن طريق شركه تابعه لاتحاد المهنه الطبيه، بناخد البنج واحنا بنبعته للمحافظات اللي ما فيهاش صيدليات للشركه المصريه زي صيدليه الاسعاف او غيره. والاطباء بيروحوا النقابه وبيستلموا من هناك البنج. يعني احنا بنعمل بس نوع من الحوكمه في التوزيع لمنع السوق السوداء. وده تم النهارده، كان بدايه التوزيع، لان يعني من امبارح النقابات القرائيه بتوزع البونات على الاطباء، والنهارده بدا التوزيع في الصيدليات. فان شاء الله مستمرين فيها لمده شهر ونص على الاقل، يعني لغايه ما تنتهي او اقل من شهر ونص باذن الله. هو مش ممكن زياده حجم الانتاج المحلي مثلا؟ احنا عندنا مصنع اسكندريه، مش ممكن زياده حجم الانتاج المحلي في هذه الفتره ولا ده؟ والله بص، هو احنا اللي نقدر نتحكم فيه ونقدر نظبطه هو موضوع التوزيع، لكن الانتاج ده يعني راجع عندنا شركه اسكندريه فيها مشاكل، كل شويه تحصل فيها دروب في الانتاج. عندهم خط انتاج جديد يقدر يعمل 4 أضعاف الكميه اللي بتنتج حاليا، والمفروض كان يبدا انتاجه في شهر 7 في اول 7، لكن للاسف الخط الانتاج بالكامل مازال في البينا لغايه دلوقتي، واحنا مش عارفين الاسباب. يعني حاولنا حتى نساعد لكن احنا مش عارفين. في مصنع تاني بس اصغر حجم، انتاجه اصغر، وده احنا بنحاول نساعد معاه ان هو يقدر يكمل انتاجه ويوصل للطاقه القصوى بتاعته. بنساعد بطرق تانية من ناحيتنا ومن ناحية هيئة الشراء الموحد. في مستورد عنده 2 كونتينر موجودين في اسبانيا متعطلين عشان تحويل الدولارات، فاحنا خططنا البنك المركزي وهيئة الشراء الموحد برضه خططت البنك المركزي عشان نحل الازمه دي عشان يتشحنوا ال 40,000 علبه دول باسرع وقت. هو مسار طبعا الانتاج دوت ممكن يبقى الاكثر تعقيدا ولو انه الاكثر نجاحا على المدى البعيد، لكن على الاقل دلوقتي الاجراءات اللي حضرتك اتكلمت فيها يعني ان شاء الله تكون كفيله على الاقل بتحجيم مساله السوق السوداء وتوفر البنج في العيادات والمستشفيات عشان حتى نمنع فكره ارتفاع الاسعار بالشكل الرهيب دوت. بالظبط، احنا بنبيع بالسعر الرسمي، يعني كله بيتباع بالسعر الرسمي. طيب، واحنا نفضل نتابع مع حضرتك المساله دي لانه ده بيأثر بقى على ارتفاع بقيه خدمات طب الاسنان بشكل عام وبيأثر على الناس في الجزئيه دي، فبنشكر حضرتك. هو طبعا هو مش بيرفع الاسعار، هو المشكله ان هو بيوقف الخدمات طبعا. البنج هو روح العياده، فاحنا ما فيش حد بنكشف عليه من نكتب روشتة طبعا في علاج، فهي دي المشكله. يعني بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا طبعاً. دكتور ايهاب هيكل نقيب اطباء الاسنان، شكرا جزيلا ليك. طيب احنا رايحين لفاصل، نطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع بقى عشان عندنا فقرتنا النهاردة الأساسية واللي بنتكلم فيها عن مسألة الميراث والمشكلات المتعلقة بالميراث ومسألة المشاكل العائلية وحرمان البنات في بعض الأماكن والناس اللي بتاكل حق البنات تحديدا في موضوع الميراث. هنفتح المسألة دي بالإضافة لأخبارنا في 90 دقيقة بشكل عام. خليكم معنا بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة، ودايما كده بنحب نمر مع حضراتكم على يعني اهتمامات رواد أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف الناس بتدور على إيه بكثرة أو إيه يعني الهاشتاجز أو إيه الحاجات اللي تثير اهتمام الناس على السوشيال ميديا. ولما دورنا الحقيقة لقينا أنه الآيفون 14 برو ماكس الجديد اللي أصدرته شركة أبل متصدر محركات البحث، والناس كلها عمالة تدور على الأسعار والمميزات فصيل. لما دورنا أكتر لقينا كمان أنه في بعض الناس بتتكلم عن أو بتقارن تكلفة وسعر تليفون الآيفون الجديد جوه مصر بالدول الأخرى وتحديدا أمريكا وأوروبا، والأسعار فرق الأسعار شكله إيه. فإحنا النهاردة لو بنتكلم عن السعر الموجود في مصر بيوصل دلوقتي ل 62,000 جنيه، وده في اختلاف كبير قوي بينه وما بين الحقيقة أوروبا وأمريكا، وبدأت الناس تقارن وتحط يعني منشورات وتحط هاشتاجز تتعلق ب انا لو سافرت وخدت طياره ورحت اقمت في فندق ودفعت القصه دي كلها واشتريت الايفون ممكن يبقى ارخص من تكلفه شرائه هنا في مصر. فيا ترى ايه اللي مخلي الاسعار بهذا الارتفاع يا حسام؟ الحقيقه انه اللي هيتابع اصلا الفتره اللي فاتت هيلاقي ان معظم مقالات الاخبار العالميه حتى يعني زي مقارنات كده، انت تقدر ازاي تشتري
ايفون جديد او الموبايلات الجديده مقارنه بحجم الراتب بتاعك، وهتلاقي ان معظم الاقتصادات الناشئه حوالين العالم هتلاقي انه قدرتك على شراء هذا الهاتف مقارنه بالمبلغ او السالري اللي بتحصل عليه شهريا او حتى سنويا هتكون ضعيفه جدا جدا. واصبحت الظاهره بتاخد كمان ابعاد مختلفه في كل دوله، يعني زي في تايلاند طلع هاشتاجات والناس بتقول ان انا هتبيع كليتها من اجل شراء الايفون الجديد، وده الامر اللي خلى حتى الصليب الاحمر التايلاندي يعلق على ده ويقول انه لا ينبغي حتى للاشخاص ان هم يقولوا كده ولو حتى بشكل بغرض المزاح. فطبعا الناس كلها لانه صدوره كان في توقيت صعب وهو توقيت عز الازمه الاقتصاديه، فطبعا النكات والتندر في كل دوله بالذات طبعا الدول اقتصادياتها يعني اصبحت تحت وطاه الازمه الشديده او ما يسمى بالاقتصاد الناشئه او الدول الناميه، فاصبح الموضوع مجال تندر الحقيقه. ولكن الغريب في الموضوع انه ايضا لو قارنا على الحاله المصريه فانه يعني في يعني محدش توقع انه احنا نصل في يوم من الايام ان يكون شراء هاتف محمول ب 65000 جنيه. ما هو كمان الفكره في التساؤلات بتطرح نفسها الحقيقه، ايه اللي يخلي التليفون يساوي المبلغ يعني. دوت، وهل النهارده الناس يعني بتقبل على شراء الايفون كفكره الماركه او فكره البراند اكتر منه الخصائص والمميزات والتفاصيل اللي في التليفون ده تحديدا؟ اعتقد ده كمان امر يعني مهم ولازم النظر فيه. المساله مش في الاسم قد ما هي في الامكانيات، ويسري ده بقى مش بس على الايفون، يسري ده على حاجات كتير. في ناس بتحب الساعات الذكيه، في ناس بتحب تشتري او تلبس الماركات بشكل عام حتى لو ما تناسبهاش او حتى لو هي مش افضل جوده او افضل شيء بقى، وفي سلوكياتنا في الحياه وفي كل حاجه. فالموضوع أعتقد يعني إن هو خارج ممكن القدره الشرائيه للكثيرين، واعتقد انه لازم الانتظار حتى يعني صعب قوي انك تروح تشتري موبايل بهذا سواء كنت تنتمي لاي طبقه يعني، لانه ده مش السعر الحقيقي. وطبعا بتتفاقم الازمه نتيجه الدولار والاستيراد وسلاسل الامداد وغيره. فلو في نصيحه ممكن نقدمها انه ما تشتريش ده دلوقتي، انتظر او غير بقى الماركه، مش لازم ايفون، ممكن في حاجات كتير. طيب احنا هنروح مع حضراتكم لفاصل تاني ونرجع بقى في فقرتنا واللي اتكلمنا عنها والقضيه الشائكه جدا المتعلقه بالميراث خصوصا بالنسبه للسيدات والفتيات. نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم نفتح هذا الملف الشائك. مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن زي ما انا وهبه قلنا لحضراتكم في اول الحلقه عندنا قضيه هي قديمه جديده وجديده قديمه، لانه دائما ما بتتجدد من حين لاخر. يمكن من قريب كنا استمعنا لشكوى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لبنت بعد ما توفى والدها وعمها كلوا حقها في الميراث وطردوها بره البيت، والبنت يعني بين يوم وليله لقت نفسها في الشارع، ولولا تدخل بعض الحقوقيات وكمان الاستغاثه اللي بعد على مجلس الوزراء وعن طريق السوشيال ميديا تدخل مجلس الوزراء والحقيقة تواصل مشكورا وحاول يحل هذه الأزمة وبالفعل تحلت. لكن القصة دي واللي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا خلتنا نفتح السؤال مرة أخرى حوالين حق الفتيات في الميراث، خاصة أن احنا عندنا ميراث قديم كمان من تجاهل حقوق السيدات خاصة في بعض المناطق الريفية أو في الصعيد، أو تغول الصبغة الذكورية ينفع نقول كده أو الصيغة الذكورية على كمان حقوق الأنثى في ميراثها. والبعض بقى بيرتكن ده لعادات قبلية عادات صعيدية، أنا شايف أنه طبعا ربما يكون تجاوزها الزمن بكثير الآن. فإحنا بنسأل سؤال هنا في الحلقة، إزاي ممكن نضمن حقوق الفتيات والسيدات كمان في الميراث، وهل ممكن يكون في هبة مشروطة يكون ده مثلا حل؟ هل في أفاق أخرى ممكن يتم بذلها لضمان حق البنت
أو الست بعد وفاة الوالد أو غيره، هل في إجراءات ممكن يتم تيسيرها في القضاء؟ لأنه كتير حقيقة من السيدات كمان بيبقاش ليهم كمان صفات قانونية ولا بطاقة ولا شيء، وبالتالي بيبقى سهل ولا عقود ولا أي شيء، وبالتالي بيسهل أكل ميراثهم. فخلونا طبعا نرحب في هذه الفقرة بالأستاذة المحامية شيرين محفوظ. أهلا بحضرتك فندم، منورانا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. انطلق لصوت الفتيات. طيب. لا أصل هي قضية مش متعلقة بالفتيات، هي أتصور قضية مجتمعية مهمة. أستاذة شيرين، يعني باعتبارك بقى في المجال وإيدك في الشغل دوت، وأكيد عدى عليكي قضايا كتير، مسألة أكل ميراث الفتيات في مصر، وطبعا ده إرث قديم ومسألة مرتبطة بأفكار اجتماعية وعادات يمكن ملهاش أي أصل ولا في ديننا ولا في ثقافتنا، لكن جرى العرف عليها في بعض العائلات يعني، وبنشوف الآثار دي بشكل كبير. أغرب القضايا أو أكثر القضايا اللي لمست فيها المشكلة دي بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع، لو تعطينا نبذة كده عن الموقف. هو في الأول الميراث إمتى بينتقل للورثة؟ طبعا بوفاة المورث، بمجرد وفاته بنشوف مين الورثة بتوعه وبيطلع ده بموجب إعلام وراثة. إحنا عندنا مشكلة أساسية لو الميراث ده في المحافظات، فأغلبهم مش هنعمم طبعا بيرفضوا ان هم يدوا الفتيات اي ميراث، لا هو هنا للذكر هو اللي بيبقى مستولي على كل حاجه، خاصه كمان ان ممكن ما يبقاش فيه اوراق للاماكن دي، يعني بعض الاراضي الزراعيه او اغلبها بيبقى ملهاش اي مستندات، هم بيبقوا معتمدين مثلا على البطاقه الزراعيه الخاصه مثلا بالارض. البيوت المبنيه دي ملهاش ولا رخصه ولا ليها اي حاجه، وبناء عليه احنا ما فيش اي مستندات خالص. تمام. ففي الحالة دي إن هي النهاردة تيجي تاخد حقها بالطريقة الودية يرفضوا إن هم يدوها حقها، تيجي تلجأ للطريقة الرسمية طب هي ما معهاش أي مستند وبالتالي حقها بيضيع. دي فئة من الفتيات اللي حقها بيضيع. في فئة تانية اللي هي بيبقى الأب مش مخلف غير بنات. طب النهاردة لو الأب توفى وكل اللي مخلفه مثلا هنقول إن هو بنت أو أكتر، لو البنت بيبقى حقها نص الميراث والباقي بيتوزع حسب بقى بقية الورثة اللي موجودين. يعني مثلا في عم في عمة ايا كان الورثة، لو في ام بتاخد مثلا التم. طيب هنا الفتاة دي النهاردة هي مثلا مقيمة في مسكن والدها، النهاردة هي قاعدة مع والدها وهي شقتها وشقة باباها والدنيا تمام ومفيش اي مشكلة خالص. طب الاب توفى، فجأة ان بتلاقي البنت ان الشقه دي ما بقتش بتاعتها، لا فجاه هي في الشارع، هي مش هنقول في الشارع، ده اللي حصل، ولكن مع الحاله اللي ذكرتها ما هو في يوم لقيت نفسها في الشارع، ما هو ممكن هي تفضل مقيمه في السكن وبتعمل تمكين وحوار كبير. يعني انا النهارده مقيمه في بيتي والاقي نفسي بعمل تمكين لان انا احد الورثه، ولو في طرف تاني اقوى ممكن يخرجها بالعنف، وهو ده اللي حصل في الحاله دي، وده بيحصل في اغلب الاحيان. طب حتى لو هنقول ان ما فيش عنف في الموضوع او ان انا هخرجها من بيتها، انا النهاردة أصبحت مقيمة في سكن مش بتاعي بعد ما كان ده بيتي واستقراري وكل حاجة. طيب الفكرة بقى بعد كده إن ممكن مثلا العمام يبقوا ما فيش مشكلة، وطب خلاص دي شقتك وخليكي فيها، يجي العم توفى يتوفى، نتفاجئ اصبحت الامور هنا في ايد بقى اسره العم، مراته واولاده، الزوجه والاولاد، ولو الاولاد متزوجين بتبقى مثلا في زوجه او في زوج البنت، لا انت ليكي نصيب. فنبدا نلاقي الامور تشعبت بشكل غريب. فاحنا كل اللي كنا بنطالبه مثلا لو في اب عارف ان هو عنده بنته او بنات، مفيش مشكله انك تكتب لهم الشقه دي باسمهم. ليه؟ عشان ما يلاقوش نفسهم في الشارع. وعلى فكره في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فيما معناه ان هو يعني سالوه يا رسول الله نكتب ان هو هل نوصي بالمال كله، فضلوا يسالوه لحد ما قال والثلث كثير. بمعنى ايه؟ ان انت ما توزعش مالك، لا انت اعف او كفي أو اولادك الاول بحيث ان هم ما يتكففوش الناس بعد الوفاه. النهارده انا حافظهم ومراعيهم، مش بعد وفاتي كاب اتفاجئ يبقى اولادي في الشارع، ده حتى شرعا حرام. فاحنا النهارده في ناس بتبقى معتقد ان هو لو كتب اي حاجه يحفظ بيها ويصوم بيها اولاده، بيعتقد ان هو لا انا كده عملت حاجه حرام. لا بس بعد المشايخ اجازوا ده هبه مشروعه في الحياه، بيسمى هبه مشروعه. احنا ممكن بيتعمل ممكن تتعمل في صيغه عقد هبه، ممكن تتعمل في صيغه عقد بيع، وما بنقولش
تركه كلها، بس انت يعني انا النهارده. طب وايه اللي يمنع من التوريث حتى يعني بعض المشايخ منهم الشيخ احمد كريم قريب اشار لفكره ان ممكن تورث البنت في وانت حي يعني يرزق ويكون حفظتها وصنتها. هو احنا أنا مش بنقول كده، انا بقول وفق المشايخ، انا مش رايي. احنا يعني احنا مش بنقول، انا برضو في الناحيه الشرعيه انا دي مش ما هيكون معانا حد قانونية. دلوقتي برضو تمام، لكن انا بتكلم من الناحيه القانونيه. انا ما بتبقاش اسمها ميراث، احنا ممكن بنعمل وصيه في حدود التلت، في حدود تلت التركة، او ان انا اكتب عقد هبه لبنتي مثلا بالشقه، بحيث ان انا كأب لو جرى لي حاجه بنتي ما تترميش في الشارع. انا عندي حاله يمكن لسه الاسبوع دوت، عندي اسره العائل او الاب توفى، ففي سياره، لا سياره العيله وحاجه يعني مش حاجه جديده يعني حاجه قديمه، فجم عشان يجددوا الرخصه وينقلوا ملكيتها لحد منهم يعني في المرور من البنات، الامور اسهل. بحيث اتفاجئوا ان في اطراف كتير العم والعمه داخلين في الميراث، لا لازم وجود العم والعمه. طيب حاولنا نتواصل معاهم، فجاه العم توفى. بدات هنا عنده حوالي 4 أولاد تانيين والزوجه، وفي حالات تانيه حتى ممكن تجيب كل دول، وحالات تانيه ممكن تبقى ناس مسافره عايشه بره، وده حصل ما العمه كانت غير متواجده لاي سبب، العمه كانت مسافره والعم توفى، فكانت الامور عشان اقصى حاجه قدرنا نعملها ان احنا نجدد الرخصه. لكن كاي اجراء وكان بصعوبه شديده جدا. فالنهارده انا النهارده دي يعني مثلا هي والدتها الزوجه كانت عايشه ست كبيره، فالنهارده العربيه دي بتبقى مش حاجه رفاهيه، لا دي بتبقى برضو وسيله لانتقالها لمساعده العيله، فالنهارده اتفاجئوا ان هم مش قادرين حتى يتحركوا بعربيتهم. فهو مثلا الاب انا لان كنت اعرفه قبل ما يتوفى قال لا انا مستحرم ان انا اكتبها باسمكم، بحيث ما اشيلش ذنب ان انا بكتب حاجه من الميراث الخاصه باخواتي اكتبها ليكم. فاحنا هنا بنبقى محتاجين توعيه اكتر، ان انت لو امنت اولادك بعد الوفاه، مش بنقول ان انت تكتب التركه كلها، بس امن اولادك ما يتبهدلوش البهدله دي. وزي ما حضرتك شفتي البنت برضو اللي عمها طرد، الحالات دي على فكره كتير جدا مش دي بس. طب وبرضو يعني اطلاله بقى قانونيه برضو في حاله الامتناع عن تسليم الورث للبنات، ايه الاجراءات المفروض تتعمل؟ مسار التقاضي شكله ايه؟ ايه العوائق اللي ممكن تعترضوا في الحالات دي؟ للاسف ولو ما فيش اوراق كمان ما هو إيه؟ طبعا بدايه لو ما فيش اوراق بتبقى الدنيا صعبه جدا. بنحاول نثبت بكافه الامور، بكافه القرائن وبكافه المستندات، بنطلب نائب خبير بينزل بيسال الشهود، بنحاول نحلها تحقيق، بس بتبقى برضو ادلتنا ضعيفه، ما بتبقاش قويه، وفي الحاله دي بترجع لسلطه القاضي التقديريه. طيب النهارده حتى هنفترض ان انا حتى معايا مستندات، القضيه دي بتبقى قضايا مدنيه، والقضايا المدنيه ممكن تقعد لها 3 4 سنين في المحكمه لحد ما يصدر 3 4 سنين دول اكيد البنت او السيده عندها ممكن يبقى عندها مشكله في المعيشه والتكاليف. طبعا وبعدين في حالات تانية، مثلا هنفترض ان في مصنع، المصنع ده هيتقفل، طب ما المصنع ده جواه الات وماكينات السنين دي وهي مقفوله عليه، على ما يجي بعد كده تقسيم الميراث بعد ما يصدر حكم نهائي، هنتفاجئ ان كل ده بقى حديد خرده ملوش اي قيمه، مع ان هو في الاصل ممكن يساوي ملايين. فصراحه القانون المدني او القضايا المدنيه للاسف بتاخد وقت طويل في المحاكم، ومن هنا احنا بنناشد فعلا يبقى في اي حاجه خاصه بالميراث يا ريت يبقى فيها سرعه في الاجراءات اكتر من كده. ازاي بقى يكون سرعه في الاجراءات مثلا، او من خلال ايه، او ايه الوسائل اللي حضرتك تقترحيها ممكن تساهم في انه تبقى في تسريع في الاجراءات؟ يعني احنا عندنا مشاكل مثلا القضيه لما بتروح لخبير، القضيه بتقعد لها لا يقل عن 5 6 شهور عشان تتوزع عند خبير، وعلى ما الخبير يحدد جلسه. جه علينا فتره كانوا بيحددوا خبير، كان ده كان فتره مؤقته، كان بينزل ممكن في خلال شهر كان الخبير بينزل، دلوقتي رجعنا تاني عشان يتحدد جلسه قدام الخبير ممكن نقعد مثلا 5 6 شهور. ف5 6 شهور وعلى ما الخبير يكتب التقرير بتاعه، وممكن ننزل جلسه واتنين عشان يعاين، او مثلا هنقدم مستندات فنطلب اجل، او الخصم بتاعي، ما هو الخصم برضو ممكن يقعد يمطل في الدعوه. ده اللي بيحصل بتهيألي في اغلب الحالات، ده اللي بيحصل. وعلى ما الخبير بيكتب التقرير بتاعه بنتفاجئ ان على ما بيرجع التقرير يقعد لها 3 4 شهور تاني. ببساطة أقل تقدير القضية بتقعد في الدرجة الواحدة سنة، وده بيهدر طبعا حقوق ناس كتير. الدرجة الواحدة سنة للأسف. هل نقدر نقول إن الظاهرة دي يعني ما زالت منتشرة بشكل كبير وكده؟ ما فيش حصلش وعي السنين اللي فاتت، ما حصلش تحركات توعية حتى؟ التوعية في جزئية الميراث، في ناس بتخاف إنها تكون بتعمل حاجة حرام، يعني تقول قال أنا لو كتبت حاجة لأولادي فدي أنا ممكن كده شايل وزر. شفتي بقى، إحنا عايزين ناخد من حضرتك الكلمة دي نسألها للشيخ أحمد تركي معانا دلوقتي عشان برضو ممكن يكون حل. فضيلة الشيخ أحمد تركي أهلا بيك يا فندم، منور.
منورنا. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دلوقتي كنا بنناقش قضيه شائكه شويه متعلقه بميراث الفتيات والسيدات، واكيد حضرتك طبعا سمعت دائما ما بيبقى فيه مشاكل في هذا الموضوع، يعني بالذات في بعض المناطق في الريف والصعيد. فكان في يعني بعض الحلول. احنا عايزين نسال حضرتك من منطلق ديني، هي صحيحه ولا لا؟ البعض بيشوف انه ممكن في اثناء يعني حياه الاب وانه يتم يعني عمل ما يسمى بالهبات، وبالتالي ضمان حق البنت. ففي ناس بتشوف انه ده يمكن يكون حرام، لكن في بعض المشايخ انا قرات اليوم قالوا ان ده بالعكس ده ممكن يكون ضمانه ليها، بل انه بعض المشايخ الاخرين اشاروا الى فكره انه طب ممكن يتم توريث البنت في حياه الاب عادي، مش لازم انتظار حاله الوفاه. فايه راي حضرتك في الحالتين دول، وازاي ممكن نضمن ان البنت تحصل على حقها وبشكل يتناقض مع الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة فيه جزئيتين. الجزئية الأولى أنه من غير مشاكل الميراث يجوز للأب أنه هو يهب ما يشاء من ماله لأولاده، سواء كانوا ذكورا وإناثا. لو الأب شايف أنه هو محتاج يأمن بنته أو يأمن بناته، وخاصة لو ما عندوش ذكور وفيه أحيانا معاكسات في العيلة، لا شيء في ذلك، ما فيش ما يمنع من ذلك مطلقا. ودار الإفتاء المصرية تكلمت في هذا الموضوع وحسمته. المسألة الثانية هي مسألة مشاكل الميراث في مصر. مشاكل الميراث في مصر لا تختص بمسائل الميراث وفق القانون أو وفق الشريعة الإسلامية، إنما هي لها علاقة بالعادات والتقاليد. وزي ما حضراتكم تناقشتم دلوقتي، لها علاقة بمسألة إجراءات التقاضي. إجراءات التقاضي بتاخد وقت، وعلشان تاخد وقت ممكن تضيع حقوق، وجزء كبير من الحقوق بتضيع. فالحقيقة لابد من مواجهة هذه المعوقات من خلال الوعي أولا، وثانيا من خلال تشجيع العائلات وتشجيع الأسر المصرية إن هم يعطوا حق البنات. وهنا فضيلة الشيخ دي مسألة مهمة قوي حضرتك أشارت ليها، إن الموضوع له بعد اجتماعي كبير، مش بس ديني ومش بس قانوني، البعد الاجتماعي هنا مهم. فكرة اعتقاد بعض الناس لحد النهاردة إنه الست ما تمسكش فلوس في إيديها، أو الست تتصرفش في فلوس، ما تاخدش الأرض، أو ما تاخدش الأرض هتعمل بيها إيه؟ طب افرض اتجوزت، طب افرض كذا. هنا رسالة بقى من حضرتك يا فضيلة الشيخ للي بياكلوا الورث، قد إيه أكل الورث دوت مسألة كبيرة في الدين. هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى حسم هذه القضية في سورة النساء لما اتكلم عن الميراث، قال تلك حدود الله، يعني اللي وضع الميراث هو رب العالمين، وأن مسألة التوريث حد من حدود الله. من يطع الله ورسوله يدخله جنات، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يعني اللي بيتعدى حدود الله في الميراث يدخله الله نارا خالدا فيها. الأمر الآخر تكلم عن سورة النساء، اتكلمت عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيطلون سعيرا. فشدد القرآن على هذا الموضوع، وإن مسألة أكل الميراث من أكبر الكبائر في الإسلام. من أكبر لكن الكبائر. الوضع يحتاج إلى مش بس ترهيب من الناحية الدينية، ده محتاج معالجات اجتماعية زي ما حضرتك أشرتي. المعالجات الاجتماعية دي لابد إن هي تنزل على أرض الواقع وتكون حاسمة فيما يخص حقوق البنات بين العائلات وبين القبائل في الريف وفي الصعيد وفي أماكن متفرقة. نشكر حضرتك طبعا. تفضل يا حسام. بس سؤالي أخي، هل يجوز توريث الأب لبناته أولاده في وقت حياته؟ يعني احنا كنا شفنا برضو بعض الفتاوى بتقول انه كتابة الإرث في أثناء حياة الأب ممكنة. حضرتك رأيك ايه في هذه القصة؟
شكرا. طيب فقدنا الشيخ احمد ترك، بنشكرك طبعا. بالاتفاق بالاتفاق بنعمل عقود بنسميها هبه بنسميها بيع بس لما بيبقى عندنا برضو مشكله ان ممكن بعد كده الورثه يطعنوا بالسوريه على لو في عقد بيع بيطعنوا بالسوريه يقول لي الصغير ده جاب ماله منين. عشان كده احنا دايما بنفضل انه يكون عقد هبه مش عقد بيع. طيب انا يهمني برضو فكره المعالجه بقى الاجتماعيه، لو هناخد من كلام حضرتك وكلام فضيله الشيخ، ايه الصيغه اللي ممكن نشتغل بيها على الوعي من ناحية حقوقية ومن ناحية أيضا دينية، رسائل الترهيب والترغيب، وزي نوصل للناس في المحافظات المختلفة والأرياف واللي لسه بعضهم لا يقتنع. طبعا لن أعمم، لكن لسه البعض لا يقتنع أنه ست تمسك في إيدها أرض أو فلوس. نوصل لده أنا أقول لحضرتك حاجة كمان في الجزئية دي، لو على فرض الست هنا كانت قوية ورفعت قضية وحبت مثلا في خبير مثلا حب ينزل يعاين، مفيش حد بيشهد معاها خالص، يعتبرها بقى انتقاص يعني بقى من مكانته وهيبته. بيخافوا كمان، بيخافوا لان بيبقوا عائلات مع بعض، فيقول لك احنا كده نخسر العيله الفلانيه فبتتفاجئ برضو ان حتى يعني نادرا لو تتظلم بقى الست دي. بالظبط، عشان كده احنا في الارياف حتى لما بتيجي بصراحه اي قضايا بنقول الموقف ضعيف جدا 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 جدا، وهتقدري يعني تقفي قدام البلد لان البلد كلها بتقف ضدها. انت رفعتي قضايا على اخواتك، ده ازاي تعملي حاجه زي كده. احنا محتاجين اول حاجه توعية من ناحية ان انت لازم كأب او انت كأم تأمني ولادك، سواء على فكرة حتى لو ولاد. يعني انا مثلا ممكن انا يكون عندي ولد صغير وانا مثلا ظروفي الصحية مش سامحة بحاجة، او حتى لو كويسة، فعلى الاقل المسكن بتاعي أأمنه بيه ان انا اعمله له مثلا كبيع او كهبة، ان هو لو بعد الممات يبقى انا وهبه له، بحيث لما يكبر ما يلاقيش نفسه في الشارع، والناس تبقى عندها توعية بالكلام ده ان هي كده مش شايلة وزر. امتى الوزر؟ ودي برضو يعني دي برضو خاصة بدور الإفتاء، إن أنا لو عندي ميراث كبير وبنية إن أنا أحرم مثلا إخواتي أو قرايبي أو أيا كان، بنية إن أنا أحرمهم من الميراث، هنا يبقى في وزر. تمام. لكن أنا لو بنية إن أنا بأمن أولادي وفي نفس الوقت مش الميراث كله، لو الميراث كبير يبقى هنا أعتقد ما يؤمن ليهم الحياة. وفي فتاوى كثيرة وآخرها الشيخ أحمد كريمة، وتحدث عنها الشيخ علي جمعة قال بس باتفاق. فنتمنى يعني يكون برضو إثارة الموضوع دائما يكون برضو يعني وسيله للتوعيه، وسيله يعني ان شاء الله تبقى يعني اسرع من كده، عشان في ناس فعلا كتير بتتظلم والميراث بيروح على ما بيصدر حكم، بيكون يعني لو في ارض ممكن تكون اتباعت دخل فيها كذا كذا حلقه بيع اطراف كتير. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا محمد استاذ شيرين محفوظ، نورتينا. ميرسي تشرفت بحضرتك. ميرسي تشرفت بحضرتك. بشكرك كمان هيب. شكرا ليك يا حسام. كده كنا وصلنا بقى لنهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. صح، الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي على الف خير وصحه وسعاده. تحياتنا، تصبحوا على خير.